مرحبا جميعا. Good morning everyone. أنا اسمي نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح العربي، وراح أكون ميسر الويبينار اليوم عن السودان. حتكون الويبينار باللغة العربية بس في ترجمة فورية. Good morning everyone. So my name is Nadeem Houri. I'm the Executive Director of the Arab Reform Initiative, and I'll be the moderator for today's session. The conversation will be in Arabic, but we have simultaneous translation. So for those of you on Zoom, you know, the usual instruction, press the interpretation button. There should be a channel, and if there's any technical issue, just please let us know through the Q&A function. If people on Facebook would like to listen to us in English, I would ask them to join us on Zoom so they have access to the simultaneous translation. I'll switch back to Arabic. أنا سعيد جدا اليوم نتناقش بموضوع أساسي وصراحة بأزمة وحرب ما عم تاخد اهتمام كافي مع أنه يلي عم بيحصل على الأرض بالسودان وليس فقط اليوم بخرطوم أو بدارفور عنده غير أنه المآسي ممكن يكون عنده نتائج سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جدا أكيد على السودانيين بس كمان على بلدان الجوار. وهيدا النزاع عم نشوف فيه كمان تصارع إقليمي من عدة بلدان عربية، وأيضا نوع من تصارع أو فينا نقول تنافس حتى بين وسطات مختلفة، كانت بلدان عربية، جهات دولية، أو حتى الأفريكان يونيون، يعني المؤسسات كمان الأفريقية. نتناقش اليوم في حيكون عندنا متحدثين عندهم تجربة واسعة ونوعا ما بيمثلوا جيل جديد من السودانيين كباحثين وأيضا كفاعلين. في محمد الأصم، دكتور محمد الأصم يلي هو طبيب وناشط وأيضا زميل غير مقيم بمبادرة إصلاح العربي، لعب أدوار متعددة عند اندلاع ثورة 2019 وواكب التغيرات المختلفة، وعنده نظرة على كمان التطورات بالحراك المدني، وأيضا أستاذ خالد عثمان الفيل يلي هو باحث في الاقتصاد السياسي وفي التنمية وأحد يعني مؤسسي مركز تأسيس، وعنده واكب وشارك وعم يتابع بتفصيل المجريات في السودان. للأسف كان لازم يكون عندنا متحدثة ثالثة وهي أسماء أحمد من Center for Humanitarian Dialogue، لكنها عندها يعني لأسباب ظروف صحية اضطرت أن لا تنضم إلينا اليوم. إذا في أي أسئلة حابين تسألوها في لكن الفانكشنال كيو إن إيه، وبنفس الوقت كمان رح يتمحور اليوم النقاش حول ثلاث محاور أساسية، والهدف منه أن يكون في مساحة لتبادل الآراء والمعارف. أولاً يمكن بعد أكثر من شهرين على الحرب في السودان نأخذ نوعاً ما نظرة أوسع، ما هي الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى أن نصل إلى هذا الوضع اليوم، ولكن أيضاً كيف تطور الصراع المسلح منذ اندلاعه؟ يعني هل ما زال فقط اليوم متعلقاً بنزاع على السلطة بين قوات الدعم السريع مقابل الجيش؟ أم هنالك ديناميكيات جديدة وربما أكثر خطورة تظهر اليوم بالنزاع؟ وما يعني هل هذا قد يؤدي إلى
نوعا ما تفكك في الدولة في السودان وعودة إلى عدة صراعات كما شهد البلد في السنين الماضية. ولكن أيضا هل نرى اليوم دخول لاعبين جدد من الفاعلين السياسيين إن كانوا من فترة البشير أو ربما بعض المجموعات الإسلامية في هذا الصراع؟ وهل ما هل تغير موقف الجهات الخارجية المختلفة التي دعمت وقد تكون تدعم حتى اليوم الجيش وقوات الدعم السريع؟ هذا حيكون أول محور. ثاني محور واللي هو بهمنا جدا بمبادرة الإصلاح العربي هي أين تترك الحرب الحركات المدنية، إن كان لجان مقاومة محلية، أحزاب مدنية، أطراف، وهذا الحراك المدني المهم الذي شهدناه في السودان منذ 2019، وأين تجد يعني وجه الخصوص المطالب والتحركات من أجل الانتقال إلى قيادة مدنية، خاصة أن هنالك اليوم بعض الاقتراحات لا تزال تكون موجودة أنه ربما جزء من الخروج من الأزمة قد يكون عبر حكومة مدنية قد يقبل بها الأطراف المتصارعة. وثالثا، ما هي الحلول الممكنة، وأقول الحلول بين مزدوجين لأن الوضع معقد، خاصة يعني ربما هل نستطيع أن يعني نفهم أكثر لماذا فشلت الجهود الدولية الأخيرة لإنهاء هذه المواجهات؟ ورأينا عدة جولات مفاوضات إن كانت في جدة، إن كانت حتى من طرف الاتحاد الأفريقي وغيرها. وهل هنالك أي مبادرات إن كانت دولية أو محلية تستحق تسليط الضوء عليها أو البناء عليها في هذه اللحظة؟ سأبتدئ بسؤال للأستاذ خالد، وربما أذكر الأشخاص اللي انضموا. If anyone would like to hear us in English, there is simultaneous interpretation. You just have to click on the button. أستاذ خالد، كباحث في موضوع الاقتصاد السياسي، هل تستطيع أن تقول لنا ما هي الأسباب الداخلية ربما المزمنة التي أدت إلى اندلاع هذه آخر جولة نزاع مسلح في السودان؟ وكيف يجب أن نفكر في هذه الأسئلة إذا نريد أن نبحث عن مخرج للأزمة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أستاذ نديم، شكرا لمبادرة الإصلاح العربي، شكرا للزملاء خلف الكواليس الذين جعلوا هذا اللقاء ممكنا. I will be speaking in Arabic, and as Nadeem mentioned, you can find the translation button down in the Zoom. أنا أعتقد أستاذ نديم إنه الدولة السودانية منذ استقلالها في 1956 ظلت هنالك باعتبارها دولة مستوردة، بمعنى أن الحدود الجغرافية للسودان شكل الغزو الخديوي تحت محمد علي باشا، وأن البنية الاقتصادية شكلها الاستعمار الإنجليزي، فهي دولة مستوردة. حينما تولت النخبة السودانية زمام قيادة هذا البلد في 1956 أو قبله عند إعلان الاستقلال في 1955، ظلت هنالك ثلاثة أسباب هيكلية أعتقد تراوح مكانها، وبصورة أو بأخرى كانت هي سبب لعدم الاستقرار السياسي، ومن ثم الذي قاد في بعض مراحل تطور الدولة السودانية إلى الحروب، بعضها إلى النزاعات، بعضها إلى 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 أزمات إنسانية واقتصادية. أعتقد أن الأزمة السودانية مكونة من مثلث، يعني ثلاثة عناصر رئيسية. أولها هو الانحياز الحضري ورأسمالية المحاسيب، والمسألة الثالثة هي الهيمنة الأمنية والعسكرية. يعني سأتطرق بصورة مختصرة إلى 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 كل نقطة. أنا أعتبر أن هذه النقاط هي الأعمدة الرئيسية، باعتبار أن يعني هي الأساس، وهي أعتقد هي الأدق نظراً في للنظر إلى الأزمة السودانية. على سبيل المثال، أنا لا أرى إنه في مشكلة بتاعت قبلية أو تسييس للقبيلة في السودان، بقدر ما أن جذور الأزمة هي الانحياز الحضري.
بانحياز الحظ دي بصوره مختصره جدا هو ان الخدمات والموارد والمنافع الاقتصاديه وحتى يعني التعيينات السياسيه مركزه في المدن والمناطق الحضريه على حساب الريف. ودي ممكن نلقاها مثلا متجسده في ثلاثه مظاهر. يعني مظهر قاده او النخبه السياسيه، النخبه العسكريه والنخبه الاقتصاديه في السودان، يعني مثلا في الفتره الممتده من 1954 الى 1989 كحازه الخرطوم والاقليم الشمالي، والذي يمثل 14 فقط في المية من سكان السودان على نحو 88% من وكلاء الوزارات ومديري المؤسسات الحكومية، 67 من قضاة المحكمة العليا، 64 من كبار الضباط في القوات المسلحة. الانحياز الحضري ليس فقط يعني متعلق بالمناصب، وإنما متعلق بالخدمات التي تقدمها هذه الدولة للمواطنين. يعني على سبيل المثال مثلا الفقر في الخرطوم في العاصمة يعني أعتقد يراوح 25 إلى 27%. هذه إحصاءات يعني قديمة نوعا ما، لكن في نفس الوقت تجد أن الفقر في أقاليم أخرى زي أقاليم كردفان دارفور أعتقد يصل إلى 69%. الخدمات الرئيسية، التعليم مثلا، نسبة التعليم لمن هم دون 7 سنوات في الخرطوم والإقليم الأوسط تتراوح بين 73 إلى 76%. هذه النسبة تقل إلى 10%. فأنت تتحدث عن إنه الخدمات الرئيسية من صحة وتعليم هي نفسها متمركزة في مراكز حضرية. وممكن نعطي أمثلة أخرى فيما يتعلق بميزان المدفوعات والصادرات وغيرها، لكن أعتقد هذه تكفي لإعطاء لمحة ما عن الانحياز الحضري الذي لازم الدولة السودانية. والانحياز الحضري ده نفسه يعني على سبيل المثال منذ الاستقلال مباشرة يعني في عام 1957 أدى إلى حركات مناطقية تطالب بالعدالة. 1957 يعني هو بعد سنة واحدة من الاستقلال قام لدينا مؤتمر البيجا لمطالبة بإصلاحات تنموية ويعني دعاوى التهميش وغيرها. بعده أعتقد بأقل من 6 سنوات قامت اتحاد عام جبال النوبة وجبهة نهضة دارفور في 1954. نعم. بس خالد في نسألك سؤال على هذا الموضوع. طب هل الانحياز الحضري كيف بياخد أي شكل اليوم؟ إذا نقول بين الصراع بين الـ يعني الجيش وقوات الدعم السريع، هني عم بيستغلوا هالموضوع، هل هن بيمثلوا جزء من الاقتصاد السياسي؟ لأنه لأن لعدد منا اللي إحنا ليسنا سودانيين وعم نتابع، مش لأن إنه هن أي مصالح بيمثلوها أكثر من نكون أجندات. أنا نعم كتير. هذا اعتقد سؤال ممتاز. وهو الان وبناء على يعني هذا الحظر والتهميش، الان مثلا قوات الدعم السريع وبعض المستشارين لها بيحاولوا يبنوا سرديه سياسيه او يعني خلينا نقول دوافع حقوقيه لهذا الحرب. انا لا اعتقد ان الدعم السريع يمثل حراك اجتماعي لمقاومة الانحياز الحضري، اجتماعي مدني سياسي، وإنما هي حركة سلطوية أو بصورة أدق هي مجرد شركة مملوكة لعائلة. لكن هم استفادوا بصورة غير مباشرة من انحياز الحضري. على سبيل المثال كمية الجنود اللي هم صغار السن أو الذين شكلوا الوقود لهذه الميليشيا أغلبهم من مناطق السودان المختلفة. نحن نتحدث عنه مثلا نسب التعليم في بعض الولايات تقل في 7 سنوات تقل عن 10%. هذا التهميش وهذا الغياب للدولة، هذا الغياب لخدمات الدولة جعل هؤلاء المهمشين خلينا نقول مخزن أو قبلة جيدة للتجنيد للقوات. فهي استفادت من هذا الوضع الاقتصاد السياسي للانحياز الحضري، استفادت منه، لكن هي ليست تعبير عن حقوق اجتماعية. انا لا اعتقد، انا في التصنيف انا لا اعتقد ان يعني مثلا مدخل اغلب الدراسات الحركات المسلحة التي تحولت الى السلام يعني تتحدث عن انه جزء معتبر من هذه الحركات المسلحة تمتلك رؤية سياسية تقوم مثلا على يا اما رؤية سياسية مبنية على اثنية قومية دينية ايديولوجية او حتى خطاب اجتماعي اصلاحي تهميش ضد الفقر غيره. وهذه الرؤية السياسية تكون يعني يا إما سابقة لتأسيس الحركة المسلحة أو متزامنة معها. الدعم السريع لم يمتلك أي خطاب اجتماعي للتهميش إلا بعد أن على
حتى بعد حرب 25 اكتوبر، يعني يوسف عزت المستشار لقوات الدعم السريع الذي يتحدث في القنوات لم يكن، يعني ما هي اذا 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 تساءل المرء ما هي اين يمكن ان يجد المرء مرجعيه فكريه لقوات الدعم السريع او اجتماعيه؟ لا يوجد، لكنهم فعلا استفادوا من مشكله الدوله السودانيه، مش مشكله الانحياز الحضري بصوره غير مباشره لتجنيد المواطنين. وصلت الفكره. نعم. شكرا. بدي انتقل لمحمد، وشايف في اشخاص من الموجودين عم يرفعوا ايدهم، اذا عندكم اسئله اذا فيكم تكتبوها بالفانكشنال كيو ان اي، اسئله واجوبه. محمد، بدي ارجع على موضوع تطور النزاع المسلح والحرب اليوم من اندلاعها هلا، يعني صرنا يمكن بالشهر الثالث تقريبا اذا مش اكثر. هل هنالك ديناميكيات جديده عم بتفوت؟ ومن موقعك يمكن لبعض المراقبين، يعني بس ابتدى النزاع المسلح كان كانه العسكر يلي كانوا بالاول ضد الحراك المدني انقلبوا على بعضهم لانه كان عندهم مصالح مختلفه، رؤيه مختلفه وغيره. هل عم نشوف تطور اول شيء بهذا الصراع اليوم مختلف، ان كان على مستوى دارفور، كردفان، الوضع داخل العاصمه؟ هل في مثل ما كان عم يحكي خالد انه هو الصراع بالاخر كمان عنده ابعاد اخرى اعمق ممكن يسبب مشكلة أكثر؟ ويمكن سؤال لك بنفس الوقت كمان، ما دور الجهات الخارجية اليوم إذا بتحب تعلق على الموضوع، وكيف تطور دورها؟ يعني في اللي الذي هو معروف، يعني وقت اندلع الصراع كان في موقف من مصر داعم لدور الجيش، كان في موقف من الإمارات داعم ل يعني الدعم السريع. هل هذه المواقف تطورت، تغيرت؟ كيف رؤيتك للموضوع؟ شكرا. شكرا نديم، وشكرا لمبادرة الإصلاح العربي، تحية للحضور جميعا وبرضو أستاذ خالد عثمان. وفي البداية دعني أترحم يعني على أرواح جميع الضحايا اللي قاعدين نفقدهم من بداية هذه الحرب، اللي هنا داخلين على عتبة الثلاثة أشهر يعني منذ اندلاع الحرب 15 من أبريل الماضي. ومباشرة لسؤالك يعني حول مسألة إنه هل في ديناميكيات جديدة خلقت الحرب دي، وبفتكر إنه الأخطر اللي تم خلقه اللي قاعد يتخلقه باستمرار منذ اندلاع الحرب لحد اللحظة هو التصاعد الرهيب في مسألة النزاع على أسس قبلية وإثنية. يعني الحرب قاعد تقوم ب يعني شحن العواطف القبلية والإثنية في السودان بصورة رهيبة وغير مسبوقة، وده يعني قاعد يتم مساعدته عبر يعني دعوات التسليح والتسلح المستمرة برضو منذ بداية الحرب. وهو ده يمكن يكون أخطر سيناريو ممكن يمشي عليه السودان، واللي هي نتحول لحرب أهلية شاملة. وأفتكر إنه رأينا لمحة من المسألة دي في أحداث دارفور، في أحداث الجنينة تحديدا رأينا لمحة من المسألة كيف إنه ممكن تكون تكلفة الحرب إذا تحولت بصورة شاملة إلى حرب على أسس قبلية وإثنية، واللي هي مسألة يعني في غاية يعني احتمالية حصولها هو مسألة أفتكر بس مسألة زمن لا غير. يعني إحنا دخلنا حاليا في مرحلة إنها هي ماشية تتحول لحرب أهلية، يعني هنالك شهادات موثقة من أطراف عديدة من مواطنين بيتم سؤاله من قبل الجيش ومن قبل الدعم السريع، برضو بيتم سؤاله عن قبائلهم وبيتم معاملتهم على أسس انتمائهم القبلي والإثني إذا كان في الخرطوم، وبالتأكيد في دارفور حصل برضو تكرارا ومرارا. فهي هذه الخطورة، يعني الدعوات لإيقاف الحرب هي دعوات بتجي في المقام الأول من الانتباه لخطورة إنها تتحول من حرب بين قوتين عسكريتين، بين قوات المسلحة السودانية وبين الدعم السريع، إلى حرب بين السودانيين على أسس القبيلة والإثنية. ويعني زي ما ذكرت احتمالية حدوث ذلك واردة جدا، لأنه في بالتأكيد واضح جدا إنه في انتماء قبلي واضح لمعظم أفراد قوات الدعم السريع، وهذا الانتماء القبلي الواضح لقوات الدعم السريع مرتبط بحرب طويلة في دارفور كانت من 2003
اللي هي خلقت كميات ضخمه من الغباين الاجتماعيه، من الغبن الاجتماعي بين المكونات الاهليه والمدنيه في دارفور تجاه قوات الدعم السريع الجنجويد. وده بي يعني بيشحن المساله وبيخلي احتماليه انفجار الوضع تماما في دارفور، ومن ثم برضه في باقي السودان مساله في غايه الورود. وتابعنا يعني الليله وامس والايام الفائته يعني بيانات لاداره اهليه، بيانات لقبائل في السودان، يعني بدات تطلع ستيتمنتس من قبائل سودانيه ومن مجموعات قبليه بتعلن فيها دعمها لاحد الاطراف المصارعه. يعني تسمع انه في قبائل الفلانيه والفلانيه بتدعم الدعم السريع مثلا او بتدعم الجيش. ومع طبعا السلاح المنتشر جدا في السودان والتاريخ الطويل من الحروب والنزاع، ده كله عباره عن وصفه كارثيه جدا، ووصفه كارثيه ما للسودان بس، وصفه كارثيه لكل المنطقه المحيطه بالسودان، لانه التداخل بين التداخل القبائل السودانيه مع محيطها هو تداخل واسع والحدود مفتوحه والحركه مفتوحه. فاحنا بنتكلم ببساطه عن منطقه كل منطقه جنوب الصحراء، يعني الامتداد بتاع السودان نحو تشاد وافريقيا الوسطى والنيجر ومالي، دي كلها هي منطقه مهدده بصوره كامله الانفجار التام، يعني انفجار الاوضاع بصوره كامله يعني. وعوده لسؤالك، يعني فانا بفتكر بتفق على جزء كبير مما قاله الاستاذ خالد يعني في تحليله للازمه السودانيه بصوره شامله. ولكن اذا عايزين نتكلم تحديدا عن الحرب نفسها، الحرب الحاليه، حرب ال 15 من ابريل، فافتكر في اسباب اخرى يعني هي ساهمت في انها تندلع في هذا الوقت تحديدا يعني. وانا في تقديري من اهم تلك الاسباب هو يعني الانقلاب، انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر في العام 2021، وهو الانقلاب التم من قبل البرهان وحميدتي نفسهم، انقلبوا فيه على الوثيقة الدستورية اللي كانت نظمت الفترة الانتقالية، وانقلبوا فيه على الحكومة المدنية ووقفوا تماما مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. ويعني ليه بقول الانقلاب؟ لأنه الانقلاب أول ما خلقوا الانقلاب هو أنه جمع تناقضات لا يمكن انها تصل لحل. يعني التناقض الاساسي هو تناقض البرهان وحميدتي باعتبارهم قائدين عسكريين، وكل واحد فيهم عنده طموح يعني واضح كان من البدايه نحو السلطه والحكم المطلق. ويمكن في فتره من الفترات هم كانوا يعني قادرين على انه يديروا خلافاتهم دي ويقتسموا مع بعض السلطه والثروه، ولكن كان واضح انه غياب المسار الانتقالي الواضح اللي بيقدر يتعامل مع التناقضات دي هو حيوصل السودان في النهايه لمرحله الاصطدام. وهو ده ببساطه ما حصل، يعني انه هم ابعدوا المسار بتاع الانتقال المدني الديمقراطي، ما قاموا باي اجراءات بخصوص يعني مسار جديد، وجلسوا في حاله من الشد والجذب خلال كل الفتره ما بعد الانقلاب لحد اندلاع الحرب. هم يعني أنا دائماً بوصفهم بأنهم أكثر قائدين غير مسؤولين في تاريخ السودان، يعني قائدين عسكريين بيستخدموا كل الأدوات الممكنة والغير ممكنة، المحترمة والغير محترمة، والمسؤولة وغير المسؤولة، في أنه يزيدوا من نفوذهم وسلطتهم. كانوا في الفترة الماضية وكانوا في صراع واضح، يعني حتى إذا بنتذكر كيف أنهم كانوا بيحاولوا هم نفسهم يستقطبوا في كل الفترة دي، يستقطبوا الإدارة الأهلية، يستقطبوا القبائل، يستقطبوا حتى الدعم الخارجي، وكنا بنتابع رحلاتهم يعني المستمرة للخارج. البرهان بيتحرك نحو دولة مثلا خارجية بيتبع مباشرة بعد يوم أو اثنين حميدتي. فالمشهد كان واضح تماما أنه أي واحد منهم بيحاول أنه يوسع من نفوذه وسلطته عشان يقدر في النهاية يحسم المعركة، معركة السلطة الكاملة اللي صارت. فبفتكر الانقلاب هو يعني البدأ العد التنازلي للحرب باعتباره أوقف مسار الانتقال تماما ووضع هذه التناقضات في مواجهة مباشرة. وبعد ذلك باقي مكونات الانقلاب برضو اللي هي كانت جزء من بعض الحركات المسلحة وغيره، هي برضو جميع مكونات يعني درجة التناقض فيما بيناتها عالية جدا، وما كان عندها أي درجة من الدرجات أنها تقدر تخلق مشروع جديد بديل عن مشروع الانتقال الديمقراطي والوثيقة الدستورية. وبالتأكيد ما ننسى الدور الأساسي اللي بتلعبه الدولة، بقايا النظام السابق والإسلاميين، في انهم هم عندهم على الاستمرار يعني منذ اندلاع ثوره ديسمبر محاولاتهم لوأد الثوره ولعوده النظام القديم كانت مستمره. وبرضه هم كانوا جزء من الديناميكيات بتاعت ما بعد الانقلاب بصوره اساسيه، وتابعنا يعني انهم فتره من الفترات تقربوا من البرهان وفتره اخرى تقربوا من حميدتي، وكانوا في كل الفابريك، في كل النسيج بتاع الانقلاب
موجودين، وهم طبعا وجودهم ما انتهى يعني داخل كل القوات الأمنية وداخل الدولة البيروقراطية في السودان. فكل العوامل دي هي أنا في تقديري هي لعبت بصورة أساسية كعوامل داخلية في أنها يعني توصل السودان للمواجهة المسلحة بين الجيش السوداني والدعم السريع. بالنسبة للقوى الخارجية اللي هي بفتكر برضو ما قاعد تنال حظها الكافي من النقاش، وبفتكر دي واحدة من الأسباب اللي يعني حتأجل مسألة الحل السياسي الممكن للحرب. وبعتقد أنه من المهم جدا أنه يتم الإشارة بوضوح للتدخل الخارجي في والدور الخارجي في دعم الحرب وفي دعم إمكانية حصولها. وأنا هنا بتكلم عن دولتين أساسيات هم عندهم علاقة مباشرة في تقديري بمسألة اندلاع الحرب في السودان، وهي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات. وجمهورية مصر العربية طبعا عبر تاريخها هي دائما ظلت علاقتها مع السودان أو مع الدولة السودانية مرتبطة بعلاقة الجيش المصري بالجيش السوداني. وإذا يعني برضو قرأنا التاريخ السوداني بنلقى كيف إنه معظم إذا ما كان كل الانقلابات العسكرية اللي تمت في السودان كان في يد الجيش المصري وللدولة المصرية فيها. وحتى انقلاب 25 من أكتوبر الجيش المصري أو الدولة المصرية كانت بصورة أو بأخرى باركته هي ودولة الإمارات. فمن المهم جدا زي ما ذكرت أنه نتناول مسألة الدعم الخارجي بصورة مباشرة. من ناحية مصر هي حاليا بتقف موقف قوي جدا في أنها هي عايزة تحافظ على سلطة الجيش في السودان، سلطة الجيش المطلقة وتأثيره الكامل على الوضع في السودان، لأنه هي دي تاريخيا البوابة اللي بتقدر تعتقد الدولة المصرية أنها عبرها بتقدر تحافظ على مصالحها في السودان. وده ما تغير للأسف على الرغم من الثورة وعلى الرغم من التحولات الكبيرة اللي حصلت في السودان خلال آخر 4 سنوات. ومن ناحية تانية بفتكر برضو بوضوح شديد يعني كلنا بنتابع برضو التأثير المباشر والواضح جدا للإمارات في المشهد عبر دعمها برضو القديم ما جديد، يعني عبر دعمها شاهدناه مثلا في المعدات العسكرية زمان في فضل الاعتصام المعدات الإماراتية، وعبر دعمه حاليا بقى واضح برضو عبر يعني عدد من القطع العسكرية تم ضبطها مع الدعم السريع والجيش أعلن عن كده، وعبر دعمه الإعلامي في حملات التضليل للدعم السريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره. أهمية ذكر التدخل الخارجي لأنه إذا كنا دارين نتكلم عن حل ما بعتقد ممكن نتكلم عن حل من غير ما ناخد المسألة دي في الاعتبار، مسألة تحديدا هذه الدولتين ديل وغيرها يعني من الدول اللي عندها ارتباط بمسألة الحرب. لكن في تقديري حاليا هي دي أكثر دولتين مؤثرة على المشهد بصورة مباشرة، وساعدت في تسريع مسألة إمكانية اندلاع الحرب. وبالتأكيد إذا كنا عايزين نبحث عن حل لازم نشوف وننظر لأسباب تدخل هذه الدول في الشأن السوداني وكيف إنه نقدر نحيد منه. تحديدا يعني بفكر إنه المفروض يكون صوت القوى المدنية وصوت المجموعات المدنية بالتأكيد أقوى في إنها تقدر يعني تخاطب مسألة التدخل الخارجي وتقلل من إمكانية حدوثه وتحاول تقلل من تأثيره على الوضع في السودان. شكرا محمد. عيد النقطة بدي أرجع أنتقل لخالد يمكن مع سؤالين. خالد، أول شيء إذا يعني كلام محمد على خطورة الانتقال إلى حرب بين السودانيين على أسس القبلية يمكن اللي هو كان أنت مقاربة أول شيء ابتعدت عنا يمكن نوعا ما، حابب شو إذا بتحب تعلق على هذا الموضوع، أو خطورة الانتقال يعني عم نشوف إشي عم بتصير بكردفان بدارفور عم بتدل انه يمكن النزاع عم بيتبلور الى يعني عم بيبني على انقسامات مختلفه بالسودان. فاذا عندك اي تعليق حابب تعمل على هذا الموضوع. وعندي كان سؤال ثاني على موضوع الدور الخارجي. شفنا مؤخرا يعني كمان صعود للسعوديه بهذا الدور والاخر محاولات ل حل النزاع كانت عم بتكون بجدة، وعم نشوف السعودية بشكل أكبر على كل حال أنشط على الساحة الإقليمية. في تعطينا كمان أنت رأيك كيف عم بتشوف دور دول الإقليم، وخاصة أنه السودان دايما كان
نوعا ما جزء من المنظومة الدبلوماسية العربية وجزء من المنظومة الدبلوماسية الأفريقية. وهل اليوم عم بيصير في تنافس بين هالمنظومتين، وهل هيدا عم بيعقد موضوع الحل حتى؟ لأنه عم نشوف أنه في مسار عم يجدد، وبنفس الوقت في مسار تاني مع الاتحاد الأفريقي يلي عم بيحاول يمكن يأسس لمرحلة ما بعد الحرب. فهو لي سؤالين لألك إذا بتحب تتناولهم. شكرا، شكرا نديم، شكرا محمد للمداخلة. أنا يعني أنا ما زلت أقول هي الحقيقة، يعني من ناحية وصف الأمور بحقائقها، فالحرب الدائرة في السودان هي حرب سلطة، هي حرب يعني طموح سياسي أو مغامرة سياسية لقائد الميليشيا محمد حمدان دقلو لانتزاع السلطة، وليست لها أي جذور. يعني أنا ذكرت إنه استفاد من 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 تهميش الدولة السودانية لمناطق بصورة غير مباشرة، لكنه لا يمثل صوت أو حراك اجتماعي سياسي لمقابلة هذا التهميش، وإنما هي مجرد يعني حقيقة هي حتى ليست ميليشيا أو زي الحركات المسلحة الأخرى، مثلا زي الحركات التي يقودها جبريل أو مناوي ولا غيرها، هي ميليشيا أو هي أقرب إلى شركة كوربريت، شركة أمنية مملوكة لأسرة. اللي صار الديناميكيات الحرب، يعني زي ما اتفق مع محمد هنا، باعتبار الموارد وباعتبار انحسار حقيقة يعني الدولة وتمصفرات الدولة، هنالك خوف متجدد من أن الدعم السريع عبر ماله عبر نفوذه يمكن أن يشتري ولاء لبعض القيادات القبائلية والإدارات الأهلية. زي ما تحدث محمد اليوم، أعتقد أحد القبائل إدارات الأهلية أعلنت استفافها مع الدعم السريع. أنا مرة أخرى أقول أن هذا لا يعبر حقيقة، بمعنى أنه هذا 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 سببه يعني تبلور الحرب، مثلها مثل أي تدخل أو عملية سياسية. يعني تناقضات الحرب قد تفرز نتائج مختلفة، لكن حقيقة الوصف أن الدعم السريع لا يمثل أي فئة اجتماعية، لا يعني هو مجرد الصراع الآن صراع عسكري. هنالك احتمالية عالية زي ما ذكر محمد إنها تتحول إلى يعني هذا الانشقاق السلطوي، هذا الانشقاق الأفقي يتحول إلى انشقاق رأسي، وتدخل فيه القبائل تصطف مثلا مع مكون مع آخر مكون، وده ممكن يدخلنا في تعريف الحرب الأهلية كما هي. يعني إلى أي مدى يمكن أن يحصل هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة محتاجة رصد دقيق، ومحتاجة يعني حراك مدني حقيقي لتحييد إدخال المكونات الإثنية والقبلية في المعادلة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أنا حقيقة يعني أتفق مع دكتور محمد فيما يتعلق في الدور الكبير لقائدي الانقلاب محمد حمدان دقلو والبرهان في الوصول إلى هذه الأزمة، لكني حقيقة برضو لا أستطيع أن أبرئ القوى السياسية، قوى الحرية والتغيير التي كانت ممثلة أو كانت في السلطة من الدور الكبير. بمعنى يعني حتى الآن نحن كلنا نتفق أنه أحداث 21 أكتوبر كانت انقلاب، لكن هذا الانقلاب نفسه قام البرهان نفسه مثلا بالصلح الذي دار بين البرهان ودار بين حمدوك وأعاده إلى السلطة. هنالك السؤال، لماذا انسحبت الحرية والتغيير وقتها من هذا؟ هذه كانت محاولة لإعادة ترتيب المشهد وإعادة القوى المدنية بإعادة رئيس الوزراء نفسه. لماذا رفعت قوى الحرية والتغيير يدها من هذه من هذه من هذه من هذه من هذه المبادرة؟ ده جزء من المشهد، كان متناقض منذ يعني منذ تأسيس، حقيقة منذ تأسيس الفترة الانتقالية كانت هناك إشكالات بين القوى المدنية والقوى العسكرية، وكان الصراع بين الجيش وبين الدعم السريع مؤجج. لكن أنا أحمل جزء من المسؤولية، المسؤولية الكبيرة لتمدد الدعم السريع خلال الفترة الانتقالية تحملها البرهان، لأنه سمح بهذا التمدد من 30 ألف إلى 100 ألف، وجود 9 معسكرات، امتلاك آليات وأسلحة متعددة. لكن لا أستطيع أن 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 أنفي الدور عن قوى الحرية والتغيير التي كانت في السلطة وكانت هي الطرف الثالث المسيطر. أيضا اللي هو لحظة الخلاف نفسها، الحديث عن الإطاري وغير الإطاري، والبند الذي أثار النقاش، يعني إنه بندين، مسألة دمج قوات الدعم السريع، البرهان قال سنتين، والدعم السريع والحرية التغيير
مشت في نموذج انها او في مدى زمني حتى 10 سنوات، يعني حشر هذا البند نفسه. يعني انت الان تعرف ان الاثنين بغض النظر عن حكمنا طبعا، انه يعني مساله انه 2 أو 10 سنوات، لكن ادخال هذا البند نفسه، بند الدمج، في وضع حش، في وضع يعني بعد سنتين من الانقلاب، من القوى المدنيه، اصبحت المشهد السياسي القوه الرئيسيه فيه هي الجيش والدعم السريع. اشعال هذه الشراره بين 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 الطرفين وتاجيجها والنفخ فيها، يعني بالقصد او بغير قصد، هو الذي ادى، يعني هو من الامور التي ساهمت، انا لا اقول انه، لكن اعتقد انه من الامور التي ساهمت لحدوث هذه الحرب. يعني ايضا المساله بتاعت استمرار القوى المدنيه للعب، يعني مثلا خلاص، يعني فلنفترض ان الحرب قامت اليوم، هذا تمرد لميليشيا على الجيش الرسمي، الجيش الوطني. لا، انا لا اعتقد، يعني هذا تاسيس، هذه مهدده لاسس بقاء الدوله السودانيه، اذا اعتبرنا تعريف ماكس فايبر للدوله باعتبار احتكارها للعنف. كان يفترض لهذه القوى المدنيه ان تنتقد هذا التمرد، لا انتقد، يعني انا اعتقد انه سرديه الوقوف بالحياد والحديث عن 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 الان في يعني ربما ده يدخلنا في الحديث عن الحل، لكن انا اعتقد ان استمرار الحريه والتغيير في الوقوف على مسافه واحده، اذا قلنا يعني اذا تجوزا من الطرفين، اعطى غطاء شرعي. الان يعني يمكن ان تتحدث الميليشيا عن انا يعني القوى المدنيه الرئيسيه في السلطه تدين هذا وتدين هذا، كان الطرفين، كان القوتين طرف واحد، وهذا خطا. هذا ادى الى جزء من استمرار خلينا نقول يعني شرعيه الصراع، وهي ليست يعني شرعيه سياسيه، لكن الموقف السلبي للحريه والتغيير نفسه بعد اندلاع الحرب نفسه، انا لا استطيع انه اصفه بموقف صحيح، يعني بل اصفه بموقف ساهم في استمرار هذه الازمه. هذه نقطه. في الحديث عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ عن المبادرات الاقليميه، يعني انا تحديدا مبادره جده والمملكه العربيه السعوديه، يمكن الحديث عن الموقف اللي هو الموقف الامريكي الذي صدر منها، هي كانت اقرب الى هدن، يعني نتحدث عن انه هدنه لايقاف الحرب، هدنه لايقاف الحرب، وبصوره مستمره كانت الوساطه تعلن ان الطرفين غير ملتزمين. يعني لكن اذا اخذنا يعني مثلا الموقف الامريكي من بفرض عقوبات اقتصاديه على الجيش السوداني والدعم السريع، انا اعتقد انه هذا الموقف هو نتيجه طبيعيه لسرديه الحريه والتغيير للحرب بوصفها حرب بين جنرالات الجيش والدعم السريع، او سلاح مسلح بين قوتين عسكريين. وده يعني اعتقد يعني خطأ، يعني والنتيجه الطبيعيه لهذا الخط الذي تقوده امريكا هو ضغط الطرفين للوصول الى توازن ضعف بين الجيش والدعم السريع، وليس ترجيح كفه الجيش الوطني في مقابل الميليشيا. واعتقد توازن الضعف ده يرجعنا الى، اولا هذه نقطه يصعب جدا ان تصل، بمعنى ان الجيش كقياده، يعني حتى جزء من المواطنين او شريحه كبيره من المواطنين الان مع دمج هذه القوات، مع انهاء هذه الحاله، توازن الضعف يرجعنا الى نقطه الصفر نفسها، كاننا لم يحصل شيء، يعني يرجع وضع سياسي للدعم العسكري. سينتج من الوصول الى توازن الضعف استمرار وجود الدعم السريع كمؤسسه لمده طويله. هذه العقوبات يراها البعض انها فيها مزيد من الاضعاف للجيش السوداني بفرض عقوبات اقتصاديه وربما سياسيه وجنائيه لاحقا على قادته. لذلك انا اعتقد انه المواقف الاقليميه، الوساطات، تحديدا منبر جده والولايات المتحده الامريكيه، لم يدفع بهذه الحرب الوصول الى 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 درجه من الاستقرار السياسي. والادوار الاقليميه الاخرى لمصر والامارات تحدث عنها محمد. تعليق ختامي، انا اعتقد انه دعم السريع برضو يعني يلعب دور مع كينيا في الاتحاد الافريقي، يبدو واضحا انه
ان الدعم السريعي يعول كثيرا على 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 الدعم الخارجي، ولديه اذرع في هذا الامر، في مقابل الجيش. يبدو ان الدوله التي تقف مع الجيش في المقام الاول او بصوره مباشره هي مصر، لكن لا يبدو ان الاطراف الاقليميه جاده حقيقه في ايقاف هذه الحرب، جاده في مساله انه وضع ضغط حقيقي على الدعم السريع للتوقف عن 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 عن, عن هذا التمرد، بالعكس يسمح للدول التي تمده بالسلاح بهذه التحركات كلها. لا اعتقد، انا لا اعتقد ان الـ ان الـ ان الـ ان المجتمع الدولي او حتى مع القوى الاقليميه الان جادين في ايقاف الحرب في السودان، وهذا نفسه انا اعتقد خطا وتقدير، لان الحرب يمكن ان ويلاتها الان هي الان متمركزه في الخرطوم، لكن بعض المنظرين للدعم السريع وبعض المشاركين فيه بداوا يتحدثوا عن تمدد هذه الحرب على الولايات الطرفيه، على 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 شمال السودان. هذا نفسه قد يهدد بموجه كبيره او جديده من اللاجئين. تشاد نفسها كان موقف بعد دخول الاف من المواطنين كنازحين، كان لديها موقف مع الجيش السوداني، بعد ذلك بعد تدخل الامارات اصبح موقف محايد بنفس موقف الحريه والتغيير. لكن ما زال السؤال، ما يعني اذا تفاقم الوضع، فنحن وانا يعني ازمه غذائيه كبيره جدا يمكن ان 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 ان, أن, أن تمس، ازمه اقتصاديه. لذلك اعتقد ان القوى الاقليميه والمجتمع الدولي محتاج حقيقه الى اعاده النظر في تعامله مع الازمه في السودان. شكرا خالد. بعتقد اسات انت عدت اسئله، جزء منها انه كيف، وهذا احد الاسئله كمان اللي طرحت عبر الشات عبر الكيو ان اي، يلي هو ما كان يعني ماذا كان موقف القوى المدنيه، وخالد انت حكيت عن قوى الحريه والتغيير، من الحرب اللي اندلعت. هل هي اخذت موقف انه هي نوعا ما هو لأطراف متصارعة هي غير معنية؟ في أحد الأسئلة المطروحة علينا من أحد المستمعين أنه هل كان أجدى، يعني كان لازم القوى المدنية تدين جرائم الدعم السريع وتضغط أنه هي قوى متمردة وتدعم نوعا ما ضمنيا الجيش الرسمي وتطلب اندماج داخل الجيش السوداني. فيمكن السؤال لك محمد، كيف أثرت الحرب على القوى المدنية من لجان مقاومة محلية، من أطراف مدنية سياسية؟ هي فاعل سياسي كان من عام 2019 لليوم، وبنفس الوقت كيف أنت بتشوف الخيارات المتاحة؟ يعني ما هو دور اليوم القوى المدنية؟ هل هو نوعا ما كما يقول خالد أنه لازم ترجع تحت مرجعية الدولة وتقف نوعا ما تعطي شرعية للجيش النظامي، لي نوعا ما يمكن هذا بنرجع عليه بالجزء الثالث، أنه الحل هو أنه الجيش لازم نوعا ما يكسب هذه الجولة، أو على أنت بنظرك الحركات المدنية هي تبقى خارج هذه الحلقة؟ طيب شكرا نديم، شكرا خالد. يعني هو في الحقيقه في من بدايه الحرب لغايه الان في محاوله لتصدير سرديه محدده عن الحرب واسبابها، لتحميل مسؤوليه اندلاع الحرب واستمرار للقوى المدنيه والحريه والتغيير القوى الثوريه، كانه جميع هذه القوى هي التي صنعت الدعم السريع مثلا، او التي هي سمحت له بالتمدد خلال السنين الماضية وكذا. ودي كلها هي في الحقيقة سردية خاطئة. هدف الأساسي في تقديري إنها هي يعني إضعاف هذه القوى الثورية وإضعاف احتمالات استمرار مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. وبفتكر واحد من مصدر أساسي من مصادر انتشار هذه السردية ومحاولة يعني فرضها في المشهد السوداني هم بقايا النظام السابق والإسلاميين، بقايا الإسلاميين اللي هم عندهم تأثير حقيقي لا يمكن إنكاره يعني في اندلاع هذه الحرب، تأثير أساسي في تقديري، وعندهم دور أساسي في استمرار هذه الحرب.
وبفتكر إذا في طرف في المشهد السوداني كله مستفيد من اندلاع الحرب واستمراره وعدم يعني انتهاء بحل سياسي، بالتأكيد هم بقايا النظام البائد والإسلاميين، يعني لأنه بيفتكروا في تقديرهم، بيفتكروا تقدير خاطئ إنه اندلاع الحرب واستمراره بيقلل من بيزيد إمكانيات استمرارهم في المشهد السياسي في السودان، بيقلل من موقفهم في المشهد السياسي في السودان. وبرضه يعني في طبعا بالتأكيد غبن، أكيد يعني ما في اثنين ثلاثة، ما في احتمالات، لهم غبن كبير جدا من الثورة السودانية، وفي النهاية الحرب هم بيعتقدوا إنها ممكن تساعدهم في وأد الثورة السودانية وأد احتماليات إنها تقدر تصل ل يعني تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية في السودان. السردية دي خاطئة من عدة نواحي، وسردية في الحقيقة هي مضللة في نفس الوقت، لأنه الدعم السريع هو خلق النظام البائد. الدعم السريع لما اللي هو كان اللي هو يعني تم إنشاؤه لمكافحة الحراك المسلح في دارفور بعد 2003، هو يعني جاء كنتيجة لنهج كان متبع في القوات المسلحة السودانية من يعني منذ قديم الزمان، يعني اللي هو كاونتر انسيرجنسي، يعني انه مكافحة اي عملية بتاعت تمرد او نزاع مسلح من داخل طبيعة التمرد نفسه عبر تجنيد المواطنين والمدنيين وكده، ويعني ارسالهم لمكافحة التمرد تم تنفيذه في جنوب كردفان سابقا وفي حرب الجنوب. والدعم السريع كان هو يعني نتاج هذه الاستراتيجية في دارفور، وكان الخطأ الأساسي والكبير والكارثي اللي عمله نظام الإنقاذ إنه استقطب وكون هذه القوات من خلفيات إثنية محددة وقبلية محددة، واستثنى باقي الخلفيات الإثنية، فخلق قوة في أساسها هي قائمة على أساس قبلي ومكنة من السلاح وغيره، وبقى عندها نفوذ واسع واستمرت تتضخم. يعني لما جاءت ثورة ديسمبر 2018 هي لقت الواقع ده، لقت إنه في قوة ضخمة جدا اسمها الدعم السريع بتمتلك سلاح وتمتلك مال، وهي موجودة يعني كجزء من المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان. هي قوة قتالية مسلحة، وهي في المقام الأول موجودة كقوة موازية للجيش من ناحية الاعتاد، ومن ناحية إنها هي حتى الاعتراف القانوني اللي أجازوا لها اللي أعطاه لها البشير في البرلمان عبر قانون خاص بها بعيد من الجيش السوداني وغيره. يعني فهي لما جاءت الثورة هي كانت موجودة كواقع الثورة اضطرت تتعامل معه، وتصل لحلول سياسية اللي هي كانت من البداية واضحة. ويعني مسألة دمج الدعم السريع ومسألة حل الدمج السريع، حل الدعم السريع ودمجه، أول من نادى بها في الحقيقة في الواقع السوداني هي القوة الثورية نفسها. يعني هي اللي رفعت ده شعار إنه لابد، وده كان واحد من البنود الأساسية في إعلان الحرية والتغيير نفسه، إنه الوصول لجيش قومي مهني واحد عبر عملية إصلاح للمؤسسة الأمنية والعسكرية في السودان، بتتضمن إنه يتم حل جميع القوات الموازية للجيش وإصلاح الجيش نفسه. ودي هي معروفة إنها دائما على الدوام قاعد تكون عمليات طويلة وبتاخد زمن ومحتاجة مال ومحتاجة ميزانيات وكده، وده ما تغير في تقديري على الإطلاق. يعني في كل السنين الماضية ظل ده هو موقف القوى السياسية والثورية تحديدا، إنه ضرورة حل الدعم السريع وضرورة دمجه وضرورة إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في السودان وضرورة إصلاح الجيش عشان يكون جيش مهني ومحترف وبعيد من الصراع السياسي وبعيد من العملية الاقتصادية. هذا الموقف لم يتغير، ولكن زي ما قلت في السردية اللي تم تضخيمها خلال الفترة الماضية هي في النهاية محاولة فقط ل يعني استغلال الأزمة دي في تصفية حسابات سياسية ضد الحرية والتغيير أو ضد القوى الثورية أو ضد الثورة نفسها بصورة ما، وتحميل مسؤولية اندلاع الحرب واستمرارها. ويعني عبارة زي اللي قاله أستاذ خالد إنه الحرية والتغيير مثلا بتوفر غطاء شرعي للدعم السريع أو بتوفر غطاء شرعي للحرب، ما أنا ما أعرف يعني إذا جاته الفرصة لاحقا يا ريت يوضح كيف هو بيفتكر إنه المسألة في توفير لقاء شرعي للحرب أو للدعم السريع. يعني السؤال الأساسي هو في تقديري اللي هو هل الموقف هو مع لإنهاء الحرب، يعني إذا دخلنا إحنا في الحلول، يعني هل الموقف هو إنهاء الحرب عبر الحل العسكري الحسم العسكري، هل هو ده الموقف، ولا إنهاء الحرب عبر عملية سياسية؟ يعني هم ديل الخيارين الأساسيات المطروحات. يعني بدك نجي لتفاصيل أي منهما. يعني
أنا في تقديري إنه هذه حرب ما عندها حل عسكري، يعني في تقديري إنه دي ليست حرب يمكن حسمها بصورة عسكرية. حتى إذا تم حسمها مثلا استطاع الجيش إنه يعني يسيطر على الخرطوم ويخرج الدعم السريع من الخرطوم مثلا، فهي دي حرب هتستمر، يعني هتستمر في دارفور بالتأكيد، هتنفجر الأوضاع في جنوب كردفان، هتنفجر في أطراف السودان، ولا يمكن أن يتم حسم هذه المسألة عسكريا. والتاريخ السوداني نفسه بيساعدنا على قراءة المشهد ده، يعني كلنا عبر التاريخ الطويل للسودان ظلت دائما الحروبات الأهلية والحروب الدولة وحروب الجيش مع الحركات المسلحة هي دائما حروب لا تحل بالحسم العسكري، ودائما كانت تحل وتنتهي عبر عملية سياسية ناهيك من قوة ضخمة وكانت معترف بها من قبل الدولة. وبالعكس كانت هي في لحظة اندلاع الحرب الدعم السريع كان أصلا موجود في القصر الجمهوري، موجود في حوالي القيادة العامة، موجود في معسكرات أساسية في الخرطوم، قوة عندها يعني صلات خارجية، عندها سيطرة على جزء كبير جدا من الاقتصاد السوداني. فالحديث عن حسم قوة زي دي عسكريا وإنهاء الحرب عسكريا هو في الحقيقة حديث حالم، يعني لا أكثر ولا أقل، وما أعتقد في إمكانية زي دي. وأكبر دليل وأوضح دليل إنه هذه الحرب مستمرة حاليا، لأن إحنا بنتكلم عن دخولنا حاليا في الشهر الثالث لها. ولكن في نفس الوقت ده يعني الموقف ده موقف الحل السياسي للحرب، أنا في تقديري ما بيعني إنه عدم إدانة الفظائع المصاحبة للحرب. الفظائع اللي ظلت ترتكب فيها قوات الدعم السريع من اندلاع الحرب هي فظائع يجب أن تدان باستمرار ويجب أن يتم ذكرها. يعني كلنا شاهدنا احتلال البيوت، الاغتصابات، احتلال المستشفيات وغيره، شاهدنا برضو قصف الجيش برضو للمواقع السكنية بالطيران وغيره. فيجب إنه الموقف ده يكون قادر في نفس الوقت زي ما إحنا بنقول إنه يجب أن تنتهي هذه الحرب عبر عملية سياسية، ويجب أن تتوقف هذه الحرب فورا، لأن الخاسر الأكبر منها هم المدنيين والبنية التحتية للسودان والاقتصاد السوداني. لازم برضو نكون قادرين في نفس الوقت إنه ندين بكل وضوح الممارسات السالبة والكارثية والفظائع الرهيبة اللي قاعد تمارسها قاعد يمارسوها في الدعم السريع والقاعد تمارسها يعني بعض أفراد الجيش السوداني. ال 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 المسألة زي ما ذكرت إنه طيب محمد الأساس هو تفضل. آسف بس ممكن أسألك سؤال على هذه النقطة لأنه إجت من المشاركين، يمكن إذا فيك بآخر هيك دقيقتين عم تحكي فيهم هلا تعالج هالموضوع بعدين بدي أنتقل لخالد. طب إذا هذا الموضوع يعني أحد الأسئلة المطروحة، طب شو بيمنع اليوم يكون في جبهة سلمية موحدة مناوئة للحرب تضم تنقول أغلب القوى السياسية بشكل واضح وعدد يمكن حتى من حركات مسلحة هي مناوئة للحرب؟ يعني هل اليوم في قدرة على يعني يشعر البعض كأنه الحركات المدنية مقسومة بأي موقف تتاخده؟ هل أنت برأيك لا هي ليست مقسومة وهي قادرة تكون يمكن قوة ثالثة ليس تدخل في الحرب ولكن هي قد تكون طرح مجتمعي آخر؟ يمكن إذا بتحب فيك تعالج هذا الموضوع بآخر قبل ما أرجع لخالد ليحكي عن إذا بتحب يعني يتناقش ببعض الأشياء اللي أنت طرحتها. هو أنا يعني بعتقد إنه القوى المدنية في معظمها يعني هي قادرة على إنها تعمل عمل مشترك وجبهوي وموحد، لكن في صعوبات طبعاً. يعني منذ اندلاع الحرب وبغاية الليل في صعوبات، يمكن في المقام الأول صعوبات بتاعة التواصل، في صعوبات لوجستية، في صعوبات بتاعة كيف الناس تقدر تصل لأجندة مشتركة. في مبادرات حاولت يعني تعمل ده، يعني في الجبهة المدنية مثلا لإيقاف الحرب هي تم إعلانها يمكن مباشرة بعد اندلاع الحرب، لكن لسه ما قادرت يعني كل المبادرات دي ما غير مستطيعة إلى الآن إنها تثبت الصوت المدني المختلف من الأصوات السائدة. يعني في حالة بتاعت استقطاب حاد طبعا بطبيعة الحال مع انتشار الحرب، مع الحرب نفسها ومع التحشيد المصاحب لها، حالة استقطاب حاد لأحد الموقفين، يعني إما أنت تكون مع الجيش السوداني أو تكون مع الدعم السريع. وحالة الاستقطاب دي بصورة ما هي بتحاصر إمكانية إنه يكون في موقف ثالث للقوى المدنية ما بيتبع أي من السرديتين المنتشرات في المشهد السوداني.
لكن يعني في تقديري يعني ما في حل، لابد انه يكون القوى المدنيه تصل وتقدر تستعيد قدرتها على العمل. وبطبيعه الحال طبعا دائما في ظروف الحرب العمل المدني والصوت المدني بيكون صعب انه يصل وبيكون صعب انه يسود، لكن في تقديري انه هنصل لمرحله انه حيكون في قدره على اعلاء الصوت المدني الواضح المبدئي في مساله ايقاف الحرب، واللي عنده حل سياسي واضح برضه هو بيسعى لانه يعني يفرضه على كل الاطراف على كل الاطراف المشكله للمشهد وكل الديناميكيات الموجوده في المشهد داخليا وخارجيا برضه في نفس الوقت، لانه برضه كلنا متابعين انه في حاله كبيره جدا من التخبط وممكن نسميها برضه حاله فوضويه قاعدين نشاهدها من المجتمع الدولي تجاه التعامل مع المشهد في السودان، وفي فقدان برضو واضح للبوصلة في كيف إنه يتم اختراق المشهد السوداني والمحاولة التأثير عليه في إطار إيجابي، يعني يكون في مصلحة إيقاف الحرب وعودة مثلاً لمسار انتقال المدني الديمقراطي. وده بفتكر عودة الصوت المدني الموحد ممكن يساهم في إنه يعني يعيد ضبط البوصلة الدولية تجاه مبادرات الحل للحرب في السودان. بفتكر برضو يعني النقطة اللي عايز أضيفها إنه يعني الحل السياسي في تقديري إذا إحنا بدينا نتلمس فيه مع الموقف ذاك نفسه، يعني مع الموقف المدني الواضح اللي بيقول بوضوح إنه يجب إنه الحرب دي تتوقف ويجب إنه يكون في عملية سياسية، لازم العملية السياسية تكون برضو مبنية على المسائل المتفق عليها تقريبا من كل القوى المدنية يعني من كل أطياف المجتمع السوداني إنه لا إمكانية في السودان غير إنه يكون في جيش واحد، يعني جيش واحد ومحترف. مسألة تعدد الجيوش هي من البداية ودائما وأبدا هي مسألة مرفوضة، يعني ما بفكر في أي قوة مدنية في السودان قاعد تقول إنه المفروض يكون في جيشين مثلا، القوى المدنية كلها بتدعو لجيش قومي واحد ولضرورة حل كل الميليشيات وحل كل القوى المسلحة الأخرى، ولكن ما 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 يعني ما بتيم عمله زي ما قاعد يتم الترويج له بعمله بقرار مثلا، يعني ما بتيجي تقول الليلة أنا عايز أحل الحركات المسلحة كلها مثلا وبكرة نصحى الصباح نلقى إنه في جيش واحد. دي عملية نفسها طويلة، عملية فيها جداول ومحتاج ميزانيات ومحتاج اتفاق، لكن هو ده موقف يعني ما فيه نقاش إنه الجميع بيدعو وبيعمل وبينشط في اتجاه حل جميع الميليشيات في السودان وتقوية إنه يكون في جيش قومي مهني واحد ومحترف بعيد من العملية السياسية وبعيد من الاقتصاد، وده موقف لا خلاف عليه، وده برضو بفتكر إنه لازم يتم قوله بوضوح في إطار عملية الحل السياسي، إنه يعني 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 في تقديري لا مستقبل في السودان للدعم السريع. دي ما مسألة فيها يعني، يعني ما في زول ممكن يجي يقول يتكلم عن في مستقبل للدعم السريع سياسيا في السودان كدعم سريع، يعني دي مسألة غير خلافية، لكن أنت كيف عايز تتعامل مع اللحظة حاليا؟ أنا في تقديري إنه في التعامل الحالي مع اللحظة في إطار إنه الوصول لاتفاق سياسي يوقف الحرب بأسرع ما يمكن، والاتفاق برضو على عملية سياسية يكون نتيجتها حل جميع الميليشيات في السودان وإصلاح وتأسيس الجيش المهني والقومي الواحد واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. شكرا محمد. خالد، بعتقد هون يعني في عدة أفكار، واضح إنه في ديناميكيتين، يمكن عم ننتقل للمحور الثالث اللي هو ما هي الحلول الممكنة أو ما هو الطريق. يعني يمكن مداخلتك السابقة نتفهم انه يمكن انت رايك اليوم لازم يكون في انتصار عسكري للجيش. هلا حاسالك السؤال، يعني انت كيف بتشوف الحل مع ادماج واضح؟ محمد عم يحكي اكثر انه هو منه شايف على ارض الواقع انه ممكن يكون في حل عسكري لبث كل الموضوع، وان نجح الجيش بمعركه خرطوم، ويمكن الحل هو بحاجه الى عوده الى مطلب سياسي عبره يتم توحيد. فكنت حابب اسمع منك انت كيف بتشوف الحلول الممكنه اليوم، كيف الوصول اليها؟ وكان في سؤال انا عم جاوب، احنا وعم نتناقش كمان نجاوب على الاسئله المطروحه. هلا في سؤال ما بعرف اذا عندك جواب له، اذا عندك اي معلومات على موضوع دعم مجموعه فاغنر لقوى الدعم السريع، واذا تاثرت هذه القوى الروسيه بما حصل يعني من كم يوم، ويمكن نظرتك كمان ل مستقبل القوى الدعم السريع. هي كانت احد الاسئله، وبعتقد محمد عطى هو رايه انه بالاخر لا مستقبل لهم، بس لازم يكون هذا الشيء عبر يمكن
مبادرة تفاوض. ويمكن سؤال لك كمان، كيف بتشوف بهالمرحلة دور الحراك المدني؟ هل هو فقط أن يدعم شرعية الجيش، أو هل عنده دور سياسي مختلف لازم يلعبه بهذه اللحظة؟ شكرا جزيلا نديم، شكرا لمحمد. حقيقة أعتقد أنه يعني كل هذا النقاش وكل هذا الحوار هو لمصلحة القضية. يعني أنا يعني سأبدأ بمدخل يعني اللي هو مبدئيا لا أحد مدني، يعني اعتباري أنا شخص يعني مدني لست عسكريا، يدعم الحل العسكري باعتباره حلا نهائيا للمشكلة، وأن الاصطفاف فقط العسكري ننتظر حتى أن يبيد الجيش الدعم السريع، أو أن يعني دعم السريع ينتصر على الجيش. يعني هذا ليس هو الطرح يعني، وسأفصل في هذه المسألة. يعني أنا حقيقة بس عايز أوضح أنه يعني بعض النقاط، يعني كيف أن إذا كان المدخل حقيقة للحل هو المدخل السياسي، وأنا أتفق تماما مع محمد في هذه النقطة، فلا بد من الحديث حول الظروف السياسية اللي وصلتنا لهذه الأزمة. يعني أنا أتحدث حينما أقول مثلا أن نقول حرية التغيير أعطت شرعية لهذا الصراع. يعني أنت الآن لديك ميليشيا تمردت على جيش، حملت السلاح وبدأت تقاتل الجيش. أبجدي هذا ليس صراع بين طرفين متساويين. أنا كمدني أدعم وجود دولة حديثة تحتكر العنف. هذا ليس صراع أنا ينبغي أن أقف فيه بالحياد. الحياد هنا يعطي كأن هذا صراع، يعني صراع بين عساكر ونحن مدنيين ننتظر، نريدهم أن يتوقفوا عن الآن. هذا أعتقد وصف أو سردية خاطئة، وأنا أختلف مع محمد فيها. يعني على سبيل المثال، أنا رصدت كل مواقف أو بيانات الحرية والتغيير من 15 أبريل حتى 29 مايو، شهر ونص تقريبا، يعني لا يوجد فيها ولا بيان يصير بصورة مباشرة إلى انتهاكات الدعم السريع، ويبين احتلالهم لبيوت المواطنين والمرافق العامة وعمليات السهب والنهب. أي محاولة حقيقة للمساواة بين الدعم السريع ومن ناحية الانتهاكات، دعك من ناحية الشرعية السياسية، وبين الجيش الوطني، هذا تلبيس. يعني من يحتل بيوت المواطنين؟ من يقتل السكان؟ من يغتصب النساء؟ من يقيم بإذلال المواطنين؟ هي قوات الدعم السريع. وهذا السبب حقيقة، هذا الموقف الرمادي وهذا الغطاء السياسي هو نفسه الذي دعا سبب أنه لجنتين من لجان المقاومة، لجنة مقاومة كافوري ولجنة مقاومة الكذرو، أن تنسحب من الجبهة المدنية لوقف الحرب التي تحدث عنها محمد، والتي أنشأتها يعني هي أنشأتها أو تقودها الحرية والتغيير. وذكروا مثلا لجنة مقاومة كافوري، ذكروا أنهم يرفضون الخطابات التي تساوي بين المؤسسات الدولة الشرعية وميليشيا الدعم السريع. رفضوا أيضا عدم الإشارة بصورة واضحة لانتهاكات الدعم السريع، وذكروا كذلك غياب الشفافية وعدم الوضوح وآليات التنسيق والعمل. هذين لجنتين من لجان المقاومة التي تمثل القوة السورية انسحبت من قوة الحرية والتغيير لهذا السبب. لذلك أنا ذكرت أنه هذا الموقف الرمادي، هذه السردية الرمادية، يعني هي من أعطت نفس إضافي. إذا كانت السردية أنه لدينا ميليشيا متمردة على مؤسسات الدولة الشرعية، خلاص هذا 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 يسحب الشرعية مباشرة من حديث. هذه نقطة توضيحية فيما يتعلق بالحرية والتغيير ودورها في الحرب الحالية. تقييم مبادرة لا للحرب، خلاص نحن الآن لدينا بوصف الدقيق، لدينا ميليشيا أو قائد ميليشيا أو شركة عسكرية، أنا لا أسميها حتى ميليشيا، خلاص شركة عسكرية، خلال 5 سنوات فقط، 5 سنوات من اندلاع ثورة ديسمبر، خلاص وحتى حتى حتى اندلاع هذه الحرب، يعني تضاعفت قواتها بالآلاف، من 30,000 إلى قرابة 100,000. امتلكت معسكرات مختلفة متمركزة في الخرطوم، خلاص امتلكت عدة وعتاد بصورة واضحة. هذا رجل وهذه ميليشيا تخطط للسيطرة على السلطة. ما الذي يعنيه؟ يعني بالنسبة لهذه الميليشيا، إذا أردت فعلا أن أقيم قرار لا للحرب، أنا إذا قلت لا للحرب، هذا الرجل راهن الآن، محمد نفسه ذكر أنه لا مستقبل للدعم السريع في السودان، خلاص. وبعد هذه المراهنة أو هذه المجازفة التي قام بها، هل يمكن أن يستجيب؟ مثلا إذا قلنا نحن لا للحرب، هل يمكن فعلا أن تقف الحرب الآن؟ حقيقة موقف لا للحرب هو موقف يدعو إلى إيقاف الحرب ووصول إلى تفاوض، توازن ضعف، خلاص توازن ضعف بين قوات الدعم السريع والجيش،
يعيد الدعم السريع في صورة بشكل أو بآخر، ويمكن أن نناقش مثلا تداعيات هذا الأمر مثلا بالنسبة للحرية والتغيير. لكن أنا أريد أن أقول أن النقاش أو الخلاف منذ بداية الحرب لم يكن أبدا بين مجموعة تريد الحرب خلاص وبين مجموعة لا تريد الحرب. هذا تصنيف خاطئ. في الحقيقة أغلب النقاشات كانت تدير حول ثلاثة محاور، هي بنود ومخرجات التفاوض بين الجيش السوداني، والشروط الموضوعية للوصول إلى التفاوض، والتكلفة لتحقيق هذه الشروط الموضوعية. بمعنى أن الحل السياسي كان ولا يزال هو بالنقاش فيما يتعلق بالتعامل مع الميليشيا. وممكن أن نفصل فيها، لكن بصورة مباشرة أو بصورة مختصرة، هذا الحل السياسي لا بد فيه من الوصول إلى توازن ضعف، توازن قوة لصالح الجيش. بمعنى لا بد أنه حينما تجلس الجيش والدعم السريع في طاولة المفاوضات، لا بد أن تكون يد الجيش باعتبار المؤسسة، مش عشان سواد عيون الجيش السوداني ولا عشان احنا نحبه، لكن لانني مدني ادعم الدولة الحديثة، وجود جيش وطني واحد موحد، وانا اتفق مع محمد في هذا الامر، هو الاساس لقيام هذه الدولة. اريد في هذا التفاوض الوصول الى عملية السياسي، عملية السلم او عملية العملية الاصلاحية السياسية، اريد ان يكون الجيش في موضع قوة. لماذا؟ خلاص لحل هذه الميليشيا، خلاص للتعامل مع اي توازن ضعف او اي حديث عن سرديه بين انه صراع جيشين، يعطي شرعيه لاستمرار هذه الميليشيا لسنوات. هذا توازن القوه يعطي 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 الجيش خلينا نقول اليد العليا في عمليه التفاوض. خلاص على سبيل المثال، على سبيل المثال ان تكون البنود الرئيسيه حل هذه القوات، خلاص، واعاده دمج من يصلح منهم للدمج في 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 في, في القوات المسلحه، تفكيك الشبكه الاقتصاديه لهذه القوات، ومقابل ذلك يعني قادتها يعني قادة التمرد يعطوا العفو العام، خلاص، ويذهبوا لحال سبيلهم، خلاص، وكما سماها محمود ممداني، هذه عدالة الناجين. نحن لا نبحث عن عدالة المنتصرين. عدالة المنتصرين بمعنى المنتصر يأخذ كل شيء ويقتل، لا، نحن نبحث عن عدالة الناجين. عدالة الناجين فيها عدة عناصر، أحد أهم عناصرها أن تقف الحرب. نحن نريد أن تقف الحرب، لكن ما هي الشروط الموضوعية لوقوف هذا الحرب بطريقة مستدامة بحيث لا تتكرر مرة أخرى؟ أعتقد أن وجود انتهاء هذه الحرب بتوازن القوة للجيش، وتوازن القوة يعني بالمناسبة توازن القوة لصالح الجيش لا يعني فقط أن الجيش يكسر شوكة الدعم السريع يعني عسكرية، خلاص، توازن القوة يمكن أن يكون بتوحيد موقف مدني ضد الميليشيا للضغط عليها للاستسلام، وفي نفس الوقت ليس تسليم للعسكر، خلاص، ضد العسكرة، عسكرة الحياة السياسية. أنا نعم، شكرا. هذه النقطة تحديدا، لأن بعتقد هذه نقطة أساسية وحددنا لنا للشق التالي. طب أنا لست سوداني، بس بعتبر حالي أنا قائد مدني سوداني مع التجربة اللي عشتها آخر 3 سنين مع العسكر. نعم. شو بينضمن اليوم إنه العسكر يقبلوا إذا هن كسبوا أو صاروا بموقف قوة مع يعني ضد التدخل السريع؟ شو حيكون دور المدنيين؟ يعني هذا كمان احد الاسئله اللي يمكن تطرحها اي حدا مثلا من الحريه والتغيير، انه طب احنا اليوم اعطينا دعمنا تنقول الجيش بهذا الموضوع، بكره شو حيعملوا فينا الجيش؟ هل هن حيجوا يعترفوا لنا بدور، او هن بالعكس مثل ما شفناهم لانه مش من زمان انقلبوا، يعني القوتين اللي عم بيتخانقوا اليوم مش من زمان انقلبوا يعني اثنينتهم ضد القوى المدنيه. فجزء من هون يعني انا حابب نفكر شوي الحلول الممكنه، الطريق الى الحل. واضح انت كانت فكرتك انه نعم عبر المفاوضات، بس هذه المفاوضات تنجح لازم يكون جيش صار بموقف قوه وهو قادر يعني نوعا ما يفاوض من موقع القوه ويتاكد من هذه الاشياء. طب ماذا يحصل بعد ذلك حسب رايك؟ يعني جيش تقول إذا قدر سيطر اليوم تنقول على الخرطوم وغيره، وقدر فرض بالمفاوضات مع قوى الدعم السريع، ماذا عن المسار السياسي؟ ماذا عن دور السياسيين المدنيين والحراك المدني يلي هو كان حابب إنه الجيش يرجع إلى متقول بالإنجليزي going back to the barracks؟ نعم. يعني يرجع الجيش ويترك الاقتصاد ويترك السلطة السياسية. نعم. أنا أعتقد إنه يعني أنا إذا اعتبرت نفسي سياسي الآن سوداني وطرح علي هذا السؤال، سأفكر في الأمر من ناحيتين، من ناحية مكسب
ومن ناحية خسارة محتملة. في ناحية المكسب، أنا إذا كنت جزء من تكوين توازن القوة لصالح الجيش بأنني سياسيا دعمت حل هذه الميليشيا، وقفت بصورة مباشرة مع حقوق الشعب، ويعني أدنت الانتهاكات، ووقفت مع شرعية الجيش واحتكاره للعنف، هذا يجعلني طرف من المنتصرين، طرف من المين ستيك هولدرز الذين سيحكوا يعني لهم قول فيما يقال بعدهم. كما أن مثلا حرية التغيير، كما أن حرية التغيير وتجمع المهنيين شكل رأس الرمح في ثورة ديسمبر، خلاص استطاع أنه يشكل المشهد. وجودك كأحد أسباب الانتصار أو كأحد أسباب الوصول إلى هذا الحل السياسي، إلى هذا إلى نقطة توازن القوة، يجعلك لديك شرعية سياسية، لديك شرعية سياسية، خلاص أن يعني أن 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 تؤثر في شكل الفضاء السياسي في 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 فيما بعد ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كخسارة على أسوأ السيناريوهات، فلنقل أن الجيش برهان فاز اليوم خلاص وأودع كل السياسيين السودانيين إلى السجون. الشعب السوداني لديه تجربة ثلاث مرات، حرب ثورة أكتوبر، ثورة أبريل، ثورة ديسمبر، استطعنا أن نسقط الجيش خلاص وأن يعني يحدث درجة من الانتقال الديمقراطي. لكن الشعب السوداني خلاص لم يتعامل مع ميليشيا خلاص أسرية، شركة أمنية تريد أن تحكمهم. لدينا سابقا خبرة في على أسوأ السيناريو خلاص إذا 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 الجيش نكر لذلك وحاول عسكرة الفضاء السياسية، لدينا تجربة في هذا الأمر يعني. فهذه النقطتين أعتقد هم يمكن أن يشكلوا ردي يعني. شكرا، وصلت الفكرة خالد. رح انتقل لمحمد، بس يمكن قبل ما انتقل، لأنه أنت حكيت عن شركة أمنية، في شركة أمنية عم ينحكى عنها كثير اللي هي فاغنر، في سؤالين عنها. هل عندك أي معلومات، بعدين بسأل محمد كمان نفس السؤال، هل عندك أي معلومات أول شيء عن إذا كيف تأثر، يعني شو دور فاغنر اليوم بالسودان، وكيف تأثر هذا الرول، هذا الدور بعد اللي حصل بروسيا؟ هل عندك أي معلومات يعني موثقة أو مبنية على أي تحليل؟ والله يا أب، ليست لدي حقيقة أي معلومات، لا يعني لا يعني تعرف أن هذه يعني كل هذه يعني مثلا في معلومات عن أن قاعد لفاغنر في ليبيا ضربت قبل أيام، تتحدث تقارير من ضربها، تأثيرها على المشهد. لكن الآن ونحن نتحدث أعتقد إلى البارحة، نائب رئيس مجلس السيادة اللي هو مالك عقار في روسيا، وتحدث عن إنه مجلس يعني رئيس مجلس السيادة اللي هو البرهان سيحضر أحد المؤتمرات في أواخر يوليو. فنحن الآن نشهد إنه الآن طرف الجيش السوداني أصبح يحاول أن يصل إلى ربما تسويات. أنا أتوقع يعني بدرجة كبيرة أنه جزء من رئيس من الحديث مع الحكومة مع روسيا كان فيما يتعلق بخطوط الإمداد لقوات الدعم السريع. لكن هل هي إذا يعني وحركة وذهاب مالك عقار نفسه فيه إشارة إلى أن روسيا بدرجة من الدرجات متورطة. لكن كيف هذا التورط، حجم هذا التورط، حجم الانقراض، المصالح التفصيلية لروسيا، حقيقة لا 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 ليست لدي معلومات في هذه النقطة. شكرا خالد. محمد رح انتقل لك، ويمكن بلش بسؤالنا. هلا في سؤال فاغنر اذا عندك اي معلومات عنه، بس في سؤال ثاني كمان مطروح اللي على موضوع يعني احنا كمان بمبادرة اصلاح العرب بهمنا كثير، دور الحركات المدنية وتفكيرها بالخطوات القادمة. سمعت تحليل خالد على برأيه ليش القوى الحرية والتغيير، تنقول القوى المدنية بشكل عام أفضل لألا تراهن على الجيش وإن كان تجربتها بالماضي معه سيئة، على أن يعني مثل ما أقول عمل نوع من تحليل أنه إذا بيطلعوا مع الكسبانين وحتى لو ما كسبوا بالآخر وانقلب الجيش عليهم عن جديد بيكون عندهم تجربة بالتصدي له. أنت شو يعني كيف بتشوف الحلول الممكنة؟ وهل الحل حيكون عبر نوع من جهود دولية؟ وإذا إيه ما يعني ما هي المحاور؟ هل هنالك مبادرات محلية ممكن تنتج من نوع من تكوين جبهة موحدة قد يصل صوتها عندما يعني تتعب الجهات الحالية عم بتحارب؟ كيف نظرك لهيدا الموضوع؟ وإذا عندك أي معلومة عن دور شركة فاغنر بالسودان؟
شكرا جزيلا نديم، وشكرا خالد. يعني هرجع برضو بس بصورة، حاول أكون سريع فيها، لمسألة يعني توصيف أستاذ خالد بموقف القوى المدنية والحرية والتغيير بأنه هو موقف بيوفر شرعية للدعم السريع والحنتي وكده، وأنا مجددا مختلف معاه يعني، وبأكد على أنه دي السردية اللي بيحاول أنصار الحرب وأنصار النظام البائد يروجوا لها في سبيل يعني في سبيل الكسب السياسي في تقديري لا أكثر يعني، لأنه التاريخ قريب جدا يعني، هو يعني مثلا ما محتاجة برضو تمحيص كثير جدا في تاريخ السودان يعني، تاريخ القريب واضح جدا في أنه في كيف أنه الجيش السوداني وقيادة الجيش السوداني هم اللي منحوا الشرعية للدعم السريع يعني، دي ما مسألة محتاجة يعني نقاش يعني، الدعم السريع ده نما وتضخم وكبر تحت أنظار قيادة الجيش السوداني، قيادة القوات المسلحة السودانية هم اللي أدوه المواقع العسكرية الاستراتيجية وسلموا عليه عشان يكون هو بيحرس فيها، وفي تقديري هو ده كان تقدير طبعا كارثي وخاطئ بالتأكيد من قيادة الجيش السوداني على رأسهم البرهان وبقية جنرالات الجيش، في انه الدعم السريع ممكن يوفر لهم حمايه هم نفسهم ضد الانقلابات العسكريه من داخل الجيش السوداني نفسه يعني، استخدموا الدعم السريع زي ما استخدم البشير الدعم السريع في توفير حمايه داخليه من خطر الانقلابات ومن خطر برضو الهبات او الثورات الشعبيه. الدعم السريع لما تأسس بقانون تم اجازته في البرلمان في 2018 قبل الثوره يعني، ويعني مش لما يتأسس، لما تم شرعنته اقصد، لما تم منحه الشرعيه دي تمت داخل برلمان نظام الإنقاذ في العام 2018 عبر قانون خاص بالدعم السريع. وما تبع الثورة من تضخم للدعم السريع هو تم بمعزل تماما عن القوى المدنية بما فيها الحرية والتغيير، وده ببساطة لأن الحرية والتغيير والقوى المدنية وحتى حمدوك ما كان عندهم أي قدرة على التأثير على مجريات العملية العسكرية في السودان. ويمكن ده يكون واحد كان من أخطاء الوثيقة الدستورية، إن هي ما يعني دخلت كل السلطة على المؤسسة العسكرية في يد جنرالات المؤسسة العسكرية، وبعيدة تماما من القوى المدنية يعني أنا أفتكر في أي محاولة حتى يعني إذا حتى الموقف هو مع الحرب أو إذا كان في مجموعات موقفة مع ضرورة انتصار الجيش، برضو ده ما بيمنع إنه يتم سرد الحقائق كما هي يعني، يتم القول بوضوح وسرد الحقائق بوضوح إنه شرعنة الدعم السريع وتضخمه تم بإيعاز وتم بمساحة واسعة منحت له قيادة الجيش السوداني في تقديراتهم الخاصة، يمكن تقديرات كانت لأسباب زي ما ذكرت مختلفة ولتوفير حماية داخلية لهم من أي أخطار أخرى، لكن القوى المدنية على الإطلاق ما كان عندها أي علاقة بمسألة تضخم الدعم السريع. وبرضو الموقف الغريب اللي ما قادر أستوعبه اللي هو قاله أستاذ خالد وكرره، إنه يعني عدم إدانة، هو قال فتش وما لقى أي جهة مدنية قامت بإدانة انتهاكات الدعم السريع، أنا ما قادر أفهم كيف عدم إدانة بتاعت انتهاكات بيوفر شرعية يعني، ما قادر أفهم كيف الحرب دي لما اندلعت الدعم السريع، هو رئيس الدعم السريع هو نائب رئيس مجلس السيادة، هو الرجل الثاني في الدولة، ودي ما منحت له الحرية والتغيير، الموقع ده الحرية والتغيير ما كانت في السلطة لما قامت الحرب، ولا أي قوة مدنية أخرى، الحرب دي لما قامت السلطة فيها مكونات عسكرية، فيها الجيش السوداني وفيها الدعم السريع وفيها بعض الحركات المسلحة. الموقع اللي كان موجود فيه حميتي ده هو يعني هو موجود فيه بمعرفة وبموافقة وب يعني ترحيب قيادة الجيش السوداني، وحتى المتابع لتصاعد النزاع يعني البيلد اب قبل الحرب اللي هو يمكن بدأ من شهر 12 او شهر واحد، البيلد اب المتابع له هو بدا مؤخرا يعني بدا بصوره متصاعده بخطابات وبتصعيد كلامي متبادل بين الجيش السوداني وبين قياده الجيش السوداني وبين قيادات الدعم السريع. وانا افتكر بالعكس، انا افتكر دور القوى المدنيه وتحديدا الحريه والتغيير كان دائما هو بتلعب دور الكوشن يعني، تلعب دور المانع للانزلاق نحو الحرب. وفي موقف يعني يعني حصل كثيرين بيعرفوا انه في 2021 في بدايات 2021 برضو كان في امكانيه احتماليه كبيره لاندلاع حرب، الاحتماليه دي تم منعها عبر تدخل القوى المدنيه في وقتها اللي هي كانت جزء من السلطه وقدرت تتدخل تدخل
يعني أوقف حماية الحرب حينها اللي هو في بدايات 2021، انتشرت قوات من الدعم السريع وقوات من الجيش، وكان في تصاعد كبير جدا إمكانية حدوث حرب. حتى لما جات، يعني برضه مهم نذكر إنه لما جاء على الرغم من تحفظات شخصية يعني واسعة على الاتفاق الإطاري وعلى الحرية والتغيير ما بعد الانقلاب وكده، لكن يعني برضه تحميل الاتفاق الإطاري ومجهودات الحرية والتغيير تحميلها هنا هي السبب في اندلاع الحرب، بفتكر دي مسألة غير سليمة، وده برضه في إطار الخصومة السياسية والكسب السياسي، لأنه لما جاءت الدعوة للاتفاق الإطاري كان قبل حميتي موجود في الجنينة، وكان معروف إنه في تصاعد كبير جدا في التوترات بين الدعم السريع وبين الجيش، والاتفاق الإطاري هو القدر عن طريقه يعني يحصل برضه نزع لفتيل هذه التشنجات حينها، وبدأ في حوار وعملية سياسية بين الجيش والدعم السريع. فبفتكر إنه على الدوام ظلت جهود القوى المدنية وتحديدا حرية التغيير وغيرها من الأجسام الثورية هو في إطار تجنب سيناريو الحرب مش العكس. فكرة الدافع الدائم كان القوى اللي بتدفع دائما في اتجاه الحرب والتصعيد، وده يمكن برضو قياسه عبر التصريحات وعبر البيانات الكثيره، هي قوى النظام البائد والقوى الاسلاميه، وهي اللي حاليا بتأجج وبتدعو دائما لضروره الحسم العسكري وضروره استمرار الحرب. ويعني مع كامل احترامي طبعا للاستاذ خالد، لكن حتى موقف انه احنا يعني نبدا عمليه سياسيه لكن بعد ما يكون في توازن لصالح الجيش، هي دي مسألة برضو غريبة. يعني احنا يعني هل ننتظر ونخلي الحرب تستمر الى حين مثلا الجيش يكون بقى مسيطر على مواقع اكبر مثلا، ودي حيتم قياسه كيف، وشنو اللي بيضمن انه الجيش لو مثلا وصل لوضع اقوى في على الميدان انه حيمشي لعملية سياسية، وشنو اللي بيمنع انه ما يكون الموقف من البداية هو موقف ثالث يتبناه قاعدة واسعة من القوى المدنية إنه الحرب تتوقف، لكن في النهاية الموقف يكون في صالح الجيش المهني الواحد وفي صالح كل الميليشيات. هل ده موقف مستحيل وهل لا يمكن حصوله؟ يعني أنا بفتكر إنه ده موقف ممكن جدا إذا قدرت القوى المدنية تصنع موقف الثالث ده وتقويه وتعلنه بوضوح وبقوة عبر جبهة تحالفية واسعة إنه الموقف هو إنهاء الحرب الآن والدخول في عملية سياسية بتفضل لجيش واحد مهني وقومي وبعيد عن السياسة وبعيد عن الصراع السياسي والعملية الاقتصادية وحل كامل لجميع الميليشيات. بفتكر ده يعني في النهايه هو موقف في صالح حل الميليشيات، في صالح حل الاجسام العسكريه الموازيه، وفي صالح الجيش القومي والمهني الواحد. وما بفتكر ده موقف مفروض انه الناس تقوم تنتظر انه الجيش يكون في موقف اقوى عشان تمشي لعمليه سياسيه، او يكون ده النارتيف بتاع انه لا احنا مع الحل العسكري لغايه ما نصل لموقف سياسي اقوى. اذا احنا متفقين من البدايه، وزي ما انا فهمت كويس راي استاذ خالد انه الحل هو عبر عمليه سياسيه، فافتكر ما لا يجب انه يمكن تاجيل العمليه السياسيه دي لحد ما تتصلح مثلا او تتحسن ظروف عسكريه لاحد الاطراف في الميدان عشان نمشي عليها. لا بالعكس، احنا المفترض نبدا مباشره يعني نقوي الموقف الداعي لايقاف الحرب والذهاب للعمليه السياسيه عبر نفس البنود اللي ذكرتها دي. يعني وزي ما اكدت انه ما في اي عمليه سياسيه بتفتكرها اصلا انها ممكن تفضي لاستمرار الدعم السريع كقوة موازية لجيش السودان، ولكن في نفس الوقت الجيش السوداني لابد أن نعترف ونقول إنه هو المتسبب الأساسي في الأزمة. الجيش السوداني والجيش السوداني منذ التاريخ، يعني نحن السودان دولة حكمت معظم تاريخها ما بعد الاستقلال عبر الجيش، ويعني تسليم العملية كاملة للجيش السوداني ده حيعني ببساطة شديدة إنه حنكرر الأزمة دي ثاني، حتتكرر ثاني، الجيش السوداني ثاني حيفلت قوى عسكريه موازيه عشان يكافح ده تمرد ما في مكان ما، وحنكون في دوامه مستمره. لابد ان الجيش السوداني العمليه السياسيه دي تفضي ان الجيش السوداني يخرج من الصراع السياسي، وان الجيش السوداني يكون يعني نخرج به كجيش تم اصلاحه ومحترف ومهني وما عنده علاقه على الاطلاق بالصراع السياسي وبالعمليه الاقتصاديه. ف هي دي النقطه اللي افتكر وبعتقد نقطه واضحه بعتقد، يعني النقطه اللي حابين اللي انت عم تطرحها واضحة. بس سؤال أخير لك، لأنه بس عندنا بعد 5 دقائق بعدين بدي ننتقل لخالد، بس سؤال أخير إذا فيك جاوبني بشكل سريع. طب هيدي النظرة اللي عندك إياها اللي هي مبنية على توجه تنقول موقف ثالث، بيصير في مفاوضات وبيصير في نوع من حالة انتقال ودمج بجيش وطني واحد، برأيك أي قوى دولية إقليمية أو مؤسسات حتى إقليمية ممكن تلعب دور إيجابي بهذا الاتجاه؟ وهل في أي عم بتحس توجه أو إصغاء لجهات دولية خارجية
لهذا الموقف بشكل سريع، بعدين بدي انتقل لخالد كمان لأعطيه فرصة يحدد هو كيف شايف خارطة الطريق، ونفس السؤال بشكل سريع على الدور الجهات الدولية. بس تفضل محمد. ايوه انا بفتكر انه يعني في تقدير الحل الوضع الحالي احنا فيه هو يعني افق الحل هو بالتاكيد ما في يد يعني حاليا في يد الجهات الخارجيه. بفتكر انه الدور الغايب حاليا هو دور القوى المدنيه السودانيه، اللي هي يجب انها تلملم اطرافها وتقدر تصنع الموقف الثالث اللي ذكرته ده، اللي هو قادر يعني يفرض نفسه ويفرض وجوده في الديناميكيات الموجوده حاليا في الساحه السودانيه، اللي هو ده تلقائيا هيقوم يفرض نفسه برضو على الاجنده بتاعت المجتمع الدولي. لكن حاليا يعني المجتمع الدولي زي ما ذكرت سابقا هو فاقد تماما للبوصله، وكل ما بيحاول يعمل انه هو يعني يصنع هدن مؤقته، يعمل وقت اطلاق نار، لكن في النهايه فاقد للاتجاه انه يمشي بهذا الطريق. الاتجاه بتقدر تصنع القوى المدنيه السودانيه، اللي هي يجب انها تبادر، وفي مبادرات عديده، واعتقد انه يعني في القريب يعني لانه كان في زي حاله بتاع صدمه يمكن في الفتره الماضيه من كل القوى المدنيه، وتحركه كان بطيء، لكن افتكر في القريب العاجل حيكون في تحرك بصوره افضل من القوى المدنيه تجاه صنع الموقف الموحد المشترك ده، اللي هو حيدفع افتكر المجتمع الدولي في انه يعني ينخرط بصوره افضل وبصوره اكثر يعني فاعليه في ايقاف الحرب وفي يعني توقف استمراره. كان في برضو سؤال حول مسألة باغنر ووجوده في السودان. يعني برضو هو صعب جدا الحديث عن مدى يعني تأثير قوات باغنر على الحرب في السودان، ولكن صلات باغنر بالدعم السريع مثبتة يعني عبر مصادر عديدة، ويمكن تحديدا في دولة أفريقيا الوسطى في الحدود الغربية الجنوبية للسودان. يعني في معلومات كانت متواترة حتى قبل اندلاع الحرب ومستمرة عن تنسيق عالي بين الدعم السريع وبين قوات باغنر، وفي تقرير برضو الأمم المتحدة نشر بهذا المعنى يعني تحديدا عبر خطوط امداد وعبر عمليات تنقيب عن الذهب المشتركة ونقل للذهب من افريقيا الوسطى للسودان والعكس، ونقل معدات من السودان لافريقيا الوسطى. وفي خطوط يعني كانت موجودة ويعني استابليش بتاع التعاون بين باغنر وبين الدعم السريع، ولكن برضو يعني المهم التذكير به دائما انه يعني دي كلها ما مساله برضو كانت يعني غايبه عن نظر الجيش او قياده الجيش. يعني انا حريص جدا على انه اتاكد دائما على انه المسؤوليه الاساسيه لتمدد هذه القوات وتضخمها وسيناريو الكارثي اللي وصلنا له في السودان بيتحملوا بالنسبة الأكبر الجيش السوداني وقيادة الجيش السوداني، اللي هو سمح لهذه القوى أنها تتضخم، سمح لها أنها تصنع اقتصاد خاص بها، وسمح لها أنها تتواجد في كل المواقع الاستراتيجية العسكرية في السودان. وأي حل ما بيخاطب المسألة دي هو ما حيكون حل جيد. شكراً. شكراً. بعتقد وضحت الفكرة، وبعتقد أنت وخالد ما حتكونوا متوافقين على هذه النقطة، بس خالد بآخر كم دقيقة حابب أعطيك فرصة إذا فيك قلنا أنت كيف بتشوف الحلول الممكنة اليوم، يعني أعطينا اتجاه واسع أنه بالآخر في مفاوضات مبنية على بس يكون موقع قوة أكثر للجيش. كيف أنت بتشوف هاي خارطة الطريق، وهل خارطة الطريق اللي أنت عم تطرحها شو بتشوف أي دور للاعبين دوليين أو غيرهم، خاصة أنه نسمع كثير أنه أكبر داعم للجيش السوداني كان تاريخياً هو مصر، واضح يعني لعب الدور الأساسي. هل أنت اليوم بتشوف أي مبادرة فعلية باتجاه أنت طريق الحال تبعك؟ بعدين بدنا يعني لازم نخلص هذا النقاش اللي بعتقد غني جدا. تفضل خالد. شكرا جزيلا. شكرا يا نديم. شكرا. أنا أعتقد أنه يعني أنا يعني في نقطتين هما حقيقة يعني خلافي مع محمد حولها. النقطة الأولى إنه مسألة ما بعد، نحن لو بنفكر في حلول فأنا ما بفكر بمحاكمات تاريخية، أنا بفكر المحاكمات التاريخية يعني تحدثنا عنها وتشاركنا حقيقة في 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 مختلف وجهات النظر حول التاريخ، لكن بمجرد إنه انطلقت الرصاصة فأنا أعتقد إنه وقتها التفكير لابد أن يكون يعني forward looking، نتكلم عن
بغض النظر عن أسباب الأزمة، إحنا أن نتحدث عن طرق للحوار. فهذا أعتقد فيما يتعلق بالأولى، هذه نقطة أولى يعني خلافي فيها مع محمد. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنا ومحمد متفقين تماما على بنود ومخرجات التفاوض بين الجيش السوداني والمتمرد، لكن خلافنا حول الشروط الموضوعية للوصول لهذه البنود. يعني أنا ومحمد نتفق على أنه لابد من تبعية القوات الدعم السريع للجيش السوداني، لابد من الوصول إلى جيش وطني واحد موحد، لابد من دمج بنود الضباط بقوات الدعم السريع في الجيش السوداني، لابد من معالجة الاختلالات التنموية والاقتصادية التي تسببت في خلق هذه الحاضنة من الجنود، لابد من تبعية هؤلاء الجنود إلى ضباط إداريين، لابد من تبعية الشركات والنشاط الاقتصادي. أعتقد أنني ومحمد متفقين تماما في بنود هذا التفاوض، هذا الحل السلمي نحن متفقين فيه. خلافي أنا ومحمد هو حول الشروط الموضوعية للوصول إلى البنود. إذا فهمت كلام محمد يتحدث عن يعني الآن يعني نعمل جبهة، وسبب الخلاف يعني حول الشروط الموضوعية الخلاف حول السردية. هل هو يعني هل هذه الحرب حرب بين جنرالين اختلفوا فيما بيناتهم، أم أن هذه الحرب هي حرب قائد ميليشيا كان منذ لحظة الفترة الانتقالية يخطط بصورة حثيثة للانقضاض على السلطة؟ كمية من التقارير التي يعني مثلا ذكرها هذا الصحفي الاستقصائي مونتي كارلو عن حشد الدعم السريع، حديثه قائد الدعم السريع في سنوات الماضية حول المعركة القادمة، زيادة معسكراته، أفعال هذا الرجل، أفعال هذه الميليشيا لا تتحدث عن ميليشيا تريد السلام أو تريد إلى حل وسط أو تريد الحل أو الدمج. أفعال هذه الميليشيا أفعال ميليشيا تريد الانقضاض على السلطة. إذا كان هذه هي السردية، إذا كان هذا الوصف هو الصحيح، فأعتقد أن الشروط الموضوعية للوصول إلى الحل السلمي، البنود المتفق فيها أنا ومحمد، هو بدعم الوصول إلى توازن قوة لصالح الجيش. توازن القوة ليس بالضرورة أن يكون توازن عسكريا، لا، ليس بالضرورة أن الجيش يكسر عسكريا، هذا أحد الخيارات خلاص. لكن أحد الخيارات الأخرى أن نفس هذا الحشد، هذه الجبهة المدنية التي يتحدث عنها محمد خلاص، أن تشكل جبهة مدنية خلاص تقوم بعدد من التحركات لسحب البصار عن لوصف لإيقاف هذه الحرب عبر تجريم هذه الميليشيا، إيقافها، الحديث عن عملية سياسية بشكل واضح ومحدد، ومن ثم لعب الدور الدبلوماسي. أنا لا أريد إن أي أنا أعتقد إنه أي عملية لإدخال قوة خارجية أو أطراف في هذه المعادلة لا بد أن تكون بمبادرة أو بجبهة مدنية حقيقة. يعني أي تدخل من طرف واحد من قوة إقليمية هذا سيؤزم الحرب يعني. وأنا على سبيل المثال أنا أتمنى، أنا أعتقد أنه أحد القوى الإقليمية التي كانت يمكن إذا دخلت بثقلها وباستردية صحيحة الوصول إلى توازن القوة هي القوات هي أمريكا. وأعتقد أن الحرية والتغيير يعني لديهم باعتباره من قوة مدنية، باعتبار مثلا التخوفات لدى الحكومة الأمريكية الديمقراطيين يعني الذي يأخذها الحزب الديمقراطي، اهتمامهم بالتحول الديمقراطي، مخاوفهم من عودة النظام السابق والإسلامي، وهذه كلها مخاوف مشروعة. بالنسبة ليهم الصوت الذي يمثل المدنيين أو يمثل قوة الثورة كان ولا يزال قول حرية التغيير، وهذا مثلا واضح جدا في موقف السفير الأمريكي في مدة الأخيرة. أعتقد أن الحرية والتغيير يمكن أن تلعب دور أكثر للوصول إلى توازن هذه إلى توازن القوى. والمسألة ليست مسألة إنه التوازن القوى يمكن أن يعني هذا لصالح الحرية والتغيير. إذا فعلت هذا الأمر ستكسب ثقل اجتماعي جديد ونوعي في الشارع السوداني، ستكون من المخططين للشكل السياسي فيما بعد الحرب، ستجعل من مبادرة لا للحرب فعليا مؤثرة. الحديث الجلوس الآن والحديث عن أنه توقفوا للحرب مع رجل يحشد منذ سنوات للوصول إلى هذه الحرب حقيقة أعتقد هو ليس فعال وليس من الشروط الموضوعية. لذلك هذه النقطة، أنا أعتقد أنني متفق مع الأخ محمد حول بنود التفاوض، لكن خلافي حول الشروط الموضوعية. أنا أرى أن الوصول إلى هذا التفاوض السلمي أو الحل السياسي يأتي عبر إيجاد أو خلق توازن قوة لصالح، ليس بالضرورة أن يكون عسكريين، يمكن أن يكون سياسيين مدنيين دبلوماسيين، تلعب فيه قوة مدنية دور أو رأس الرمح في هذه العملية. شكرا خالد، شكرا لكم لنقاش معتقد غني كثير، و شكرا محمد رافع ايده حابب يقول شيء بس على السريع. محمد لانه سريع جدا
العالم عم بلش تترك. وبعدين في كمان بدي اشكر المترجمين والمترجمات لانه كمان بس تفضل بس بشكل سريع سريع ومختصر جدا يعني بس يعني زي ما قال استاذ خالد يعني في اتفاق على على يعني على الحل وعلى بنود الحل ولكن برضو في خلاف على السردية. وأنا برضو بس عايز أشير إشارة أخيرة لمسألة الدور اللي بيلعبوه الإسلاميين وبقايا النظام البائد اللي هو يعني ما قاعد يظهر في السردية بتاعت الأستاذ خالد على الإطلاق. يعني نفتكر برضو في إشارات عديدة قبل الحرب زي ما كان الدعم السريع بيحشد لمعركة برضو كان الإسلاميين بيحشدوا لمعركة يعني ودي شاهدناه برضو خلال الشهور السابقة الحرب عبر خطاباتهم عبر لقاءاتهم الجماهيرية و المختلفة قبل الحرب. وبفتكر برضو أخ محمد هل في أمثلة لهذا الأمر؟ أنا لا أقلل حقيقة من دور الإسلاميين أو اصطفافاتهم، لكن مثلا الحركة الإسلامية تحدثت في بيانها إنه يعني هم مع الجيش الوطني، لكن هل في أدلة واضحة على أن الإسلاميين هم من أججوا هذا الصراع؟ يعني حتى الحديث الآن مثلا مختلف القوى السياسية تصطف مع الجيش، وخلافها أيضا يعني خلافها ليس خلاف إنه والله نحن نريد الجيش أن يسحق دعم السريع، خلافها مثل خلافي معك إنه والله نحن عايزين نصل إلى جيش وطني موحد. هل من أشياء يعني خلينا نقول أشياء يعني تنجبوا الأشياء ممكن يعني هذه السردية؟ أنا أتفق معك إنه والله الإسلاميين ربما يكونوا يعني أفول الحرية والتغيير لصالح الإسلاميين، لكن الحديث عن أن الإسلاميين لهم دور حقيقي في تأجيج هذه الحرب، أنا أعتقد أن هذا جزء من السردية الحرية والتغيير، هذا خطأ. طيب أنا هناك أدلة عليه يعني. طيب خطأ أساسي وكان لازم يمكن حق علي، كان يمكن واضح أن السردية في اختلاف بالرأي ما حينحل اليوم. لا بس لو سمحت لي أنا ديما عشان موضوع الشواهد يعني زي ما قال أستاذ خالد، يعني أنا بفتكر أنه يا خالد في سردية مهمة جدا ما يتم تغييبها، يعني أنه هي ممكن نقول انه يعني هي تتحمل مسؤوليه كامله القوى الاسلاميه والمقوى الاسلاميه تحديدا. بذكر مؤتمر الوطن البقيع مؤتمر الوطن برضه عشان ما نعمم على كل الاسلاميين، لانه مثلا المؤتمر الشعبي او جزء من المؤتمر الشعبي موجود كان في الاتفاق الاطاري يعني. فبنتكلم عن المؤتمر الوطني وبقايا المؤتمر الوطني اللي هم شاهدنا لهم ندوات، يعني ممكن نشير بعد ذاك الروابط واللينكات قبل الحرب اللي هم بيدعوا فيها بصورة واضحة وبيحشدوا فيها للحظة حسم قبل اندلاع الحرب. لحظات شاهدنا قيادات الإسلاميين قبلها بأيام بينصحوا المواطنين السودانيين بالخروج من الخرطوم، وشاهدنا عديد من الشواهد. وآخر شواهد أنه في عدد من أعضاء المعروفين مثلا في كتائب خاصة بالإسلاميين، كتائب مسلحة خاصة بالإسلاميين، نتمنى أنه ربنا يتقبلهم جميعا، سقطوا في المعارك في معارك الحرب وهم يعني ما موجودين في الجيش ولا مجندين في الدعم السريع. فهي دي كلها شواهد. انا بتكلم عن انه السردية دي لازم يتم استصحابها دائما يعني، وانه في دور اساسي للاسلاميين في اندلاع الحرب، هيكون في دور اساسي للاسلاميين في استمراره اذا ما تم مخاطبه الموضوع ده بوضوح وبشفافيه كامله. هنكون برضو بنخفي جزء اساسي من الازمه، لانه بعد ذاك حتى المواقف الخارجيه بتاعت الدول في جزء كبير منها بيكون مبني على السردية دي. يعني مثلا اذا تكلمنا مثلا عن الامارات موقفها الايديولوجي المعلن قبل سنين حول الرفض الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، هو اللي بيخليها ممكن إلى حد ما تكون واقفة مع أو بتدعم في الدعم السريع، طبعاً غير تعامل المباشر مع الميليشيات عموماً يعني شاهدناه مرارة. لكن هو شكله إحنا سرحنا شوية. هو لا يعني وإذا بدكم فينا نسكر الويبينار وبتكفوا النقاش، بس أنا بدي لأنه يعني للمترجمين وبعتقد يعني تما يكون موضوع في حق رد أو ما في حق رد، بعتقد موضوع السردية موضوع أساسي وواضح أنه اليوم حتى لو في يمكن توافق على بعض الأفكار للمستقبل، موضوع السردية بيلعب دور أساسي بتفكير بالمسؤوليات وحتى يمكن بالأدوار بالمستقبل. واضح أنه هاي المواضيع بدها تعميق أكثر، بدها حديث أكثر. أنا بدي أشكركم للتفاعل الثري يلي أقدمتوا عليه، بعتقد يعني كان مفيد جدا. بدي اشكر المترجمين، بدي اشكر الاشخاص يلي استمعوا معنا وكان عندهم اسئله كثير. بعتقد النقطه الاساسيه بتضل لإلي انه لازم يبقى السودان على الاجنده الدولي. الحرب ما توقفت، بالعكس ممكن مثل ما بلشنا النقاش ممكن تذهب الى اماكن خطره جدا جدا.
النقطة الثانية، وهذا في اختلاف بالسعودية دور واضح، يمكن اختلاف حقيقي، بس بنفس الوقت في كمان بعتقد اليوم تقاطع على أي دور للصوت المدني بالسودان، الصوت اللي كان متواجد بشكل قوي بعد 2016 وهو اليوم يمكن منقسم أو منقسم بعدة سلبيات، يمكن لأنه في حالة من الصدمة ويمكن عنده دور يلعبه بالمستقبل، وهذا يمكن نقاش ممكن نكفي فيه بعدين. بس بدي أشكركم اثنينكم، أشكر الجميع، وقول يمكن ما حلينا كل شيء بس طرحنا كثير أشياء اليوم على المائدة وللنقاش تكملة. شكرا جميعا. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا نديم، شكرا لك. شكرا يا خالد. شكرا نديم. شكرا محمد. مع السلامة. مع السلامة.